السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان وحلقة جديدة. إن شاء الله بإذن الله يوم سعيد النهاردة بعد يوم حزين امبارح، نتيجة للأهلي والزمالك غير متوقعة، ولكن نهاية العالم؟ لا. نستسلم؟ لا. خلص الموضوع؟ لا. لسه المشوار بدري، لسه المشوار بدري إن شاء الله بإذن الله للأهلي والزمالك، وطول ما النتائج بإيدك إذن كل شيء إن شاء الله بإذن الله ممكن. الزمالك عنده المقاومات؟ عنده المقاومات. والأهلي عنده المقاومات؟ عنده المقاومات. هبتدي النهاردة بالزمالك. اتكلمنا امبارح وقلنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا وخليكم دايما فاكرينها. أحيانا كتيرة سياستنا هنا في البرنامج، وما بقول سياستنا في البرنامج، الحقيقة بتشرف إن أنا بتبع سياسة مع الكابتن أحمد شوبير، لأن برنامجنا كله سياسة واحدة. سياستنا هنا دايما عندي المعلومة، عندي الكواليس، أختار التوقيت. ساعات نبص النص كوبايه المليان، وساعات ناخد المعلومات ونجيبها كده على جنب عشان نعدي. نفس فكره نادي الزمالك، في مشكله اداريه، الطياره، قصه، انسى، الزمالك عنده مباراه بكره، ده الموضوع الاهم. الفتره اللي فاتت في مشاكل في نادي الزمالك، في مشاكل، انا مش عايز حد يزعل مننا. احنا في الاخر هدفنا الصالح العام. مفيش حد ساند فريق الزمالك او فريق الاهلي قدنا، مفيش حد زق زي ما احنا زقينا، مفيش حد دعم زي ما احنا دعمنا. ولكن ساعة المشكلة لازم ننور كشاف أخضر. إيه المشكلة؟ المشكلة في مين؟ باتشيكو؟ باتشيكو لازم يفرض قبضة حديدية، إذا هو عنده دور. عنده مشكلة لازم يسيطر أكتر من كده ويمسك أوضة اللبس بإيد من حديد. مفيش كلام، مفيش هزار. الإدارة الحالية. الإدارة الحالية من يوم ما تولت وإحنا مساندين ليها بشكل كبير، وأنا شايف إنهم عاملين حتى الآن أداء جيد. ولكن خلينا نقف هنا بقى. في بعض الاحاديث ساعات بنسمعها زي اسم كارتيرون اللي اترمى ده، وانا لما اقول اسم كارتيرون اترمى ابقى عارف ان هو ممكن يكون حد فتح معاه الحديث، ده غير مقبول. اسم كارتيرون كل الاحترام ليه، ولكن اسم كارتيرون لفريق نادي الزمالك اللي هرب وساب نادي الزمالك الموسم اللي فات ومشي بالطريقه دي، ترجع تتفق معاه تاني او تفتح معاه حديث تاني، ده غير مقبول. ربنا يوفقه، مدير فني كبير وله كل الاحترام، ويعمل نتائج رائعة. ولكن انت كمان كنادي، كمؤسسة كبيرة، لازم يكون عندك سياسة، لازم يكون عندك خطوط خضراء وخطوط حمراء، لازم يكون عندك ناس في منطقة جيدة وناس ربنا يوفقهم بس ما تعملش معاهم تاني. لازم إدارة الزمالك كانت تعلم في التوقيت ده ان في سامعين اسم كارتيرون خارج نطاق الحديث، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم إدارة نادي الزمالك تعاملها مع الفريق يكون اقوى من كده، يا يسيبوا الكابتن اشرف والكابتن عبد الحليم يسيطروا بشكل قوي جدا. قوي جدا يعني ايه؟ يعني مستحقات. حاضر، هتاخد مستحقاتك، اتاخرت هتاخد جزء وهتاخد الباقي، بس الوضع اللي احنا شايفينه ده ما ينفعش. لعيبه كل اللي بتفكر فيه مستحقاتنا، المتاخر، عقدي، اجدد، مستقبلي، هعمل ايه؟ فين نادي الزمالك؟ فين البطولات؟ فين طموح الجمهور الكبير ده؟ فين؟ فين؟ كل ده فين؟ كل ده موجود فين؟ هقول لكم النهارده كمية كواليس عن الأهلي والزمالك، عيشوا معايا بقى زي ما أنتم عايزين. إدارة الزمالك قررت إن هي تضاعف الخصومات على اللاعبين، وكمان قعدت مع باتشيكو قالت له أوقف اللعيبة اللي مش ملتزمة. قال لهم أخصم فلوس؟ أوقف؟ لأ. ما بعاقبش لعيب ان انا ما يلعبش، لكن ان انا اعوره في الفلوس ماشي، اعوره في الفلوس ماشي. في جلسه جمعت كابتن اشرف قاسم بالوزير اشرف صبحي، واتكلموا على الفريق، واتكلموا على الظروف، واتكلموا على مستحقات الفريق، وده اللي الدكتور اشرف صبحي وقف فيه، وده اللي تصريحات دكتور اشرف صبحي امبارح اللي بعض الناس بتتكلم ومعترضه. اول حاجه انا النهارده هشرحها لكم بالتفصيل. أشرف صبحي ساعد نادي الزمالك في الحصول على 100 مليون جنيه، حصل. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعم نادي الزمالك ب 100 مليون جنيه، ما حصلش. إيه بقى اللي أنت بتقوله ده؟ أنت جاي تقول لنا الحاجة وعكسها؟ هو ده اللي حصل، هي دي الحقيقة. نادي الزمالك كان ليه متأخرات بره. ساعد الدكتور أشرف صبحي نادي الزمالك في الحصول على متأخرات ليه بره بقالها فترة. أيوه، والشركة الراعية كان ليها دور كبير في هذه المسألة، لأن الزمالك كله لازم يقف إما الزمالك يكون في محنة. فيطلع حد يقول لك يعني إيه ساعد نادي الزمالك
في 100 مليون وما يساعدش الاهلي. في اوقات في نادي بيعدي بازمه كل الناس لازم تبقى معاه، النادي الاهلي ما عندوش ازمه، النادي الاهلي ما عندوش ازمه ماديه، واليوم اللي هيبقى فيه نادي الاهلي في ازمه ماديه هتلاقي كل الناس في ظهره، هتلاقي كل الناس معاه. اشرف صبحي تصريحاته امبارح ما فيهاش خطا، ما فيهاش غلطه، حتى الناس سواء مؤيده للمجلس السابق او معترضه معاه ملهاش علاقه. يعني في ناس تقول يا دكتور اشرف لازم تشوف اللي فات، طبعا هو لازم يبص على اللي فات، ده موضوع مليون في المية الناس عندها حق. بص حضرتك على اللي فات عشان تثبت الناس كويسة، الناس بريئة، الأمور ماشية وخلاص، وده أكيد بياخد وقته وكلنا الثقة التامة في هذه المسألة. ولكن في الوقت الحالي يعمل إيه وزير الشباب والرياضة؟ يساند نادي الزمالك ولا يسيبه؟ هو ما بيشيلش فاتورته، هو أشرف صبحي ما بينزلش يلعب، مش هو اللي هيحط اهداف، مش هو اللي بيحط التشكيل، هو بيساند كيان كبير اسمه نادي الزمالك. على فكره مش فرقه الكوره بس، الناس بتاخد بتختزل الفكره. فرقه الكوره في فرقه اليد راحت للدكتور اشرف، وفي فرقه الباسكت راحت للدكتور اشرف، في كيان اسمه نادي الزمالك كيان. اذا النهارده المعلومه المغلوطه ان الدكتور اشرف صبحي ادى نادي الزمالك 100 مليون جنيه، لا، كل الانديه المصريه بتاخد دعم بمبلغ معين لو احتاجت الدعم، نادي الزمالك اخذ زيه زي الانديه، ولكن ساعد نادي الزمالك في الحصول على بعض مستحقاته. تدخل وعمل اجتماعات مع الكابتن اشرف قاسم، حصل، وعمل اجتماعات مع اللجنه الحاليه وقال لهم ادوا صلاحيات وسلطات للكوره، لبتوع الكوره، وده قرار مليون في الميه صح. انا مش شايف بصراحه ان في اي مشكله عند اشرف صبحي، انا مش شايف ان هو عدى الخطوط. اشرف صبحي يجيد التعامل في اطاره، يعني عدم التدخل، عدم الاقتحام، انت تدير زي ما انت عايز. حتى تحركه في نادي الزمالك بناء على لائحه نادي الزمالك. في ناس النهارده تقول لك هناك اقوال بتغيير اللجنه، بتغيير المجلس الحالي، لا، الناس برضو فاهمه الحته دي غلط. الناس اللي موجوده ناس كويسه وماشيه الحقيقه بشكل جيد، حتى لو احنا بنقول يا جماعه خلي بالكم من الجزئيه الفلانيه، ولكن كلهم اسامي محترمه جدا. لو انتهت الامور القانونيه بما يخص اللائحه هيحصل تعديل على اللجنه، يعني ممكن يحصل اضافه بقى، ممكن يكمل العدد، لان دكتور اشرف اتحرك او الوزاره اتحركت في نادي الزمالك بناء على لائحته. إذن ده تاني موضوع معانا النهارده، لأن النهارده جايب لكم أخبار كتيرة جدا 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 جدا. طيب مشكلة نادي الزمالك هيحصل تغيير في الجهاز الفني؟ لا، بس ممكن يحصل تغيير في بعض أفراد الجهاز الفني ويبقى باتشيكو، وده القرار الصح. يعني الجهاز المعاون ممكن يحصل فيه دخول اسم أو اسمين. مين الاسمين اللي في الساحة؟ سامي الشيشيني اسم وأسامة نبيه اسم، دي الأسامي دلوقتي اللي بتطرح ان هي تكون موجودة. هل قرار استمرار باتشيكو قرار صائب ولا خاطئ؟ هو قرار صائب من وجهة نظري في هذا التوقيت. ايه دلوقتي اللي المفروض يحصل حاليا؟ ايه المفروض يحصل دلوقتي في الغرف المغلقة ما بين اللجنة، كابتن اشرف قاسم، كابتن عبد الحليم علي؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ان هم يعملوا اجتماع مع باتشيكو، ده اللي حاصل. اشرف قاسم عامل دور رائع، هو عبد الحليم علي رائع 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 رائع، دي الكواليس اللي عندي، والحقيقه مقدمين بشكل جيد جدا جدا، وقدروا ان هم يحتووا اكتر من ازمه. في لاعب او اتنين في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كانوا متزاعمين مساله مستحقات، يبقى ما نلعبش مستحقات، مشكله مستحقات مشكله. لازم تحط ايديك على اللعيبه دي ولازم تبتدي تشرح، تدي الاول المساحه. الفتره الجايه مش بتاعت كده، الفترة الجاية مش بتاعت كده، الفترة الجاية بتاعت الصف الواحد. كلنا صف واحد، هتلتزم تمام، مش هتلتزم تعالى شكرا زي ما تكون على جنب، والعب باللي عايز يلعب. لعيب النهارده خرج بتركيزه، لعيب النهارده بيفكر في تجديده، لعيب النهارده عايز يروح دوري خارجي احتراف. اما اللي انت بتلعب في الزمالك ايه؟ اما انت بتلعب في نادي الزمالك بتيشيرت نادي الزمالك الكبيرة العظيمة وبتاخد ملايين الملايين، وصلنا عايز احترف، امال حضرتك بتلعب فين؟ ما هو حضرتك محترف، ما هو حضرتك هنا محترف. اذا اللي جاي في نادي الزمالك من جانب باتشيكو ومن جانب الجهاز الاداري هيكون ما فيهوش هزار، مش هيبقى الاسم على اتنين، هنسمع على لعيبه خارج الخدمه الفتره اللي جايه،
خارج القايمة الفترة اللي جاية، بالبلدي كده اللعيبة اللي هتلاقيها بره دي اللعيبة اللي عاملة مشاكل، اللعيبة اللي هتلتزم هي اللي هتكون موجودة جوه. شرحت لكم اهو كل التفاصيل، كل الصلاحيات الفترة الجاية لعبد الحليم علي وأشرف قاسم، وأخدين النية إن هيضربوا بإيد من حديد. خلاص عملنا كل حاجة، دفعنا المستحقات ولمينا، حتى لو اتبقى جزء مش نهاية العالم، ولكن الجمهور الكبير ده، هو الجمهور ده مش مكتوب عليه ان هو يتفرج على صفقات بس، ولا يجي يلاقي اللعيب ده جدد، ولا اللعيب ده طالب 15، اللعيب ده طالب 25، لا عايز بطولات برضه، وعايز يشوف الفرقه اللي بتحبها بتكسب، والخامات اللي موجوده داخل نادي الزمالك خامات كبيره ولاعيبه كبيره. ما اقدرش اقعد اقول لعيبه كبيره وكل والنتائج بالشكل ده، ما اقدرش. دي كواليس نادي الزمالك. طيب كواليس المنتخب الوطني واختيار النهارده القائمه، قائمة الدوليين أو قائمة المحترفين. كابتن أحمد أيوب المدرب العام للمنتخب الوطني. كابتن أحمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، تحية لحضرتك وكل مشاهدينا. إزيك يا كابتن، وحشني جدا، أخبار حضرتك إيه؟ ربنا يخليك، الحمد لله تمام، أنت اللي مكتفي والله. لا والله موجود هنا والله، يعني عارف والله، ويشرفني أي حد منكم يكونوا موجودين يعني معانا إن شاء الله. ربنا يبارك فيك، أنا بستمتع بيك دايما يا سيف والله. شرف ليا يا كابتن أحمد، شرف ليا. كابتن يعني الاختيارات بتاعة القائمة الكامل بالفعل انتهت ولا الدوليين فقط حتى الان؟ يعني حتى الان الدوليين فقط، لان انت بيكون عندك ميعاد محدد لازم تبعت فيه اللعيبه الدوليه اللي هي 15 يوم قبل المحترفين. المحترفين المحترفين، فبالتالي انت خلاص بعت الست لعيبه المحترفين، ولكن احنا عندنا قائمه يمكن من فتره كنا اخترناها، هم 50 لاعب، قائمه بالنسبه لنا قبل المعسكر ان شاء الله نختار 25 26 27 لعيب يكونوا موجودين في المعسكر. ده اللي لسه لم يعلن حتى الان، ولكن بالنسبه لنا في قائمه من 50 لعيب موجود، دي هنختار منها الفتره الجايه حوالي 26 او 27 لعيب ان شاء الله. طيب في ثوابت كده يا كابتن، انا عارف طبعا ان دايما انتوا تصريحاتكم في حدود الاطار وانا بحترم كده جدا. كابتن حسام البدري امبارح بما يخص كهربا قال ان كهربا موقوف لمده شهر، فمن الطبيعي ان النادي بتاعه وقفه، فالفتره الجايه مش هيكون موجود معايا. تمام، كابتن حسام طبعا قال كده امبارح، وكهرباء يمكن في عقوبه من قبل النادي، فطبعا هيتوقف شهر مش هيشارك الفتره الجايه. بالنسبه لنا اكيد صعب يكون موجود، انت محتاج كل لاعب جاهز، كل لاعب بيشارك مع نادي، عشان احنا برضه داخلين على مرحله صعبه جدا، محتاجين كل لاعب يكون جاهز بشكل كويس عشان ان شاء الله يؤدي دوره مع المنتخب ونتاهل الفتره الجايه ان شاء الله. طيب هناك تصريح تاني يا كابتن برضو كان يعني قالوا ان المنتخب الوطني في مركز حراسة المرمى مش هياخد غير اللعيب اللي بيلعب، والشيفتنج اللي حصل في نادي الزمالك وجود جنش مكان ابو جبل ممكن يخلي الاختيار لجنش، لان من المستحيلات ان المنتخب ياخد لعيب ما بيلعبش. والله طبعا يعني ممكن يكون كلامك زي ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده، ولكن يمكن احنا عندنا برضو ثوابت زي ما انت بتقول، وعندنا قائمه احنا حطيناها من فتره فيها عدد معين من اللعيبه، سواء اللعيبه وفي مركز حراسه المرمى وغير حراسه المرمى. القائمه دي هي اللي هيتاخد منها ان شاء الله كل اللعيبه في المعسكر، كون ان لاعب بيشارك او ما بيشاركش دي برضو بترجع لوجهه نظر جهاز المنتخب وكابتن ايمن طاهر وكابتن حسام في النهايه مع الجهاز، حسب حاله اللعيب وهو ادى ايه مع النادي بتاعه خلال الفتره اللي فاتت، ادى ايه مع المنتخب خلال الفتره اللي فاتت. برضو دي ليها حسابات ممكن تكون في الغرف المغلقه بيبقى فيها مناقشه كبيره يعني. لكن تصريحات كابتن ايمن طاهر كابتن معايا قال لي ان انا اخد حارس مرمى احتياطي في نادي من 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 الصعب بالنسبه لي او من المستحيل بالنسبه لي. هو انا طبعا كل الاحترام والتقدير لكابتن ايمن، هو في النهايه هو صاحب القرار، ان هو مدرب حراس المرمى طبعا يعني. انت مش عايز تديني رد قاطع في الحته دي يا كابتن؟ لا صح، ما اقدرش اديك رد خلاص يا كابتن، ولا انت حبيبي يا كابتن، براحتك مفيش مشكله خالص يعني. طيب ما يخص يا كابتن برضو، بعض وجهات النظر بيقولوا ان ممكن المنتخب ياخد اثنين حراس مرمى والثالث ياخده مثلا وجه جديد زي مثلا عمر صلاح حارس مثلا اسوان، وعمر رضوان انا اسف، وبعض مثلا وبعض الناس يعني تصريحاتها بتقول في المنتخب لازم اخد ثلاث حراس
كبار، بغض النظر عن عمر رضوان ممكن يكون حارس برضه كبير ومتألق بشكل كبير، أنا بتكلم بصفة عامة، هل حضرتك صاحب نظرية إن في المنتخب ما يقبلش إن أنا آخد الثالث صغير؟ لا لا، هي القضية مش كده، القضية إن أنت في مراحل في المنتخب بتكون عارف إن أنت بتجدد دماء المنتخب، فمن الطبيعي إنك بتدور على وجوه جديدة ووجوه ينتظرها مستقبل الفترة الجاية في مراحل تجديد المنتخب، وفي مراحل انت بتكون عندك مهمة عاوز تخلصها وعاوز يعني تنتهي منها وبتشوف الأجهز والأصلح وما عندكش الأوبشن للتجديد والتغيير بصورة كبيرة. تمام كده؟ تمام. ولكن احنا بالنسبة لنا الفلسفة اللي عندنا الفترة اللي احنا فيها والفترة الجاية، احنا بنتفرج على كل ماتشات الدوري، بنقيم كل الناس في كل المراكز، من مصلحتنا ان احنا يكون عندنا لعيبه كتير جاهزه، يعني بحيث تختار يكون عندنا اريحيه في الاختيار، وفي نفس الوقت عاوز لعيب جاهز، انت ما تضمنش المعسكر ده ايه اللي ممكن يحصل فيه، ممكن لا قدر الله يحصل عندك اصابات، فبالتالي وارد انك تستعين بحد انت متهيألك انه كان بعيد فجاه ليه قريب. صح. فالطريق الجاهزيه والخبره والمستوى بيفرق في المراحل دي طبعا. دايما يا كابتن تصريحات حضراتكم ان لعيب الاهلي والزمالك عشان بيلعب في افريقيا دايما بيبقى ليه الافضليه في الاحتكاك والخبره، ومش بس كلاعب، مش بس حارس مرمى، كلاعب كمان بصفه عامه. كنا من فتره بنتكلم ان انتم محظوظين الفتره دي ان في كل المراكز في لاعب واثنين وثلاثه بشكل جيد. تمام. الاداء الاخير للاهلي والزمالك انا من وجهه نظري يعني معرفش صح ولا غلط، ارهاق شديد للفرقتين لان مواسم متلاحمه، فابتدى مستوى اللعيبه ينزل نظرا للارهاق. هل حضراتكم تعالجوا المساله دي ازاي؟ يعني تاخد اللاعب تاني. اتفضل. اللي بيدفع ضريبه في الفترات دي اكيد المنتخب. انت زي ما انت بتقول كده، النادي الاهلي والزمالك ودلوقتي بيراميدز عشان بيشاركوا في بطولات افريقيه اكيد بيبقى عندهم خبرات كبيرة وبيبقى عندهم احتكاكات دورية كتيرة بتؤهلهم ان هم ما يكونش عليهم ضغوطات، بالتالي بيجي لك المنتخب وخبراته مساعدان ويؤدي معاك بشكل كويس. في فترات من زي الفترة دي اللعيب يعني مثلا النادي الاهلي تعرض لهزيمة، تعرض لتعادل عليه ضغوط كبيرة، نادي الزمالك تعرض في هزيمة الفترة الأخيرة في تعادلين بيبقى عليه ضغوط كبيرة أكيد بيأثر على اللعيب، بالإضافة تلاحم المواسم زي ما حضرتك بتقول، الماتشات الكبير سواء الداخلية والخارجية بتأثر على اللعيب. احنا يهمنا في المعسكر اللعيبه تكون جايه فايقه سواء من الناحيه النفسيه ومن الناحيه البدنيه عشان تقدر تأدي الدور المطلوب منها، سواء من التكتيك اللي مطلوب منهم كابتن حسام في والجهاز. بالتالي الضغوط دي بتبقى مؤثره جدا على اللعيب. نتمنى الفتره الجايه ان النادي الاهلي والزمالك يعني يرجعوا لنغمه الانتصارات، وبحيث اللعيب يجي المنتخب ما فيش عليه ضغوط، يكون عنده اريحيه يؤدي معانا بشكل كويس ان شاء الله. هل يا كابتن ممكن اخد رايك في بعض اداء اللعيبه بغض النظر عن اختيارات المنتخب؟ اتفضل. احمد سمير لاعب طلائع الجيش. احمد لعيب كويس ويعني وكان متابع بشكل كويس الفتره الاخيره، ولعيب فارق مع فرقته طبعا يعني. كابتن احمد. كابتن سيف. مع حضرتك تاني يا كابتن، معلش الخط كده قطع. بقول لك يعني احمد سمير لعيب كويس وكنا متابعينه الفتره الاخيره بشكل كويس، يمكن راجل هداف في الدوري، من هدافين الدوري، جايب 7 أجوان الفتره الموسم ده مع فرقته، مؤثر في ماتشات كتيره، صنع الفارق بفرقه الجيش رغم انه في مركز متاخر في الجدول، لكن احمد كان دايما بيصنع فارق في ماتشات كتير طبعا. عمر جمال. عمرو، انا اسف، عمرو جمال. عمرو جمال. عمرو برضه ماشي بشكل كويس مع فرقته، وزي ما كنا بنتكلم على احمد سمير برضه بنتكلم على عمرو، ولكن احنا برضه دورنا كجهاز في النهايه انك بتتابع كل لا انا بسال، انا عارف يا كابتن، انا بسال حضرتك ده يعني وجهه نظر فنيه خالصه لحضرتك. تمام. مش ملهاش دعوه خالص بانضمام عمرو يمكن ماشي كويس مع فرقته الفتره الاخيره وبيحرز اهداف وبرده مؤثر مع فرقته يعني. رمضان صبحي. رمضان يمكن يعني
كان في ماتشات فيها فرق مع فرقته، في ماتشات يمكن تراجع في المستوى شويه ورجع لفورمته تاني. اعتقد يمكن نادي بيراميدز السنه دي مش زي السنه اللي فاتت سواء من النواحي الفرديه او الجماعيه اعتقد يعني، ولكن رمضان لعيب كبير وعنده خبرات ولعيب مؤثر طبعا مع فرقته. اخر بقى اتنين لعيبه، شادي حسين واحمد ياسر ريان. سيراميكا. يمكن شادي، خلي بالك شادي من اللعيبه الكويسه. انا عن نفسي كنت عارفه وهو في الدرجه الثانيه مع فرقته، لعيب كويس. واحمد ياسر طبعا في المنتخب الاولمبي ولاعب هو اعاره من النادي الاهلي ومؤدي كويس مع الفرقه وجايب يمكن جايب 6 جوان السنه دي. خلي بالك لو يعني انت اتكلمت على اسامي معينه في انديه، ولكن في اسامي كتير برضو السنه دي ماشيه كويس في الدوري. انا برضو كجهاز منتخب لما بختار بيبقى عندي اسس في الاختيارات في بعض في المراكز والاحتياجات اللي انا عاوزها. طبعا في لعيبه كتير ممكن، في لعيب ممكن يكون ماشي كويس مع فرقته ومميز وانا متابعه بشكل كويس، ولكن يمكن وجوده في المنتخب بيكون صعب للمنافسه في المركز، للمنافسه في المركز في لعيبه كتير كويسه وعندها خبرات اكبر منه. يمكن هو احنا بنقول انه كويس ومميز على فرقته، ولكن في افضليه يمكن في المركز ده للعيبه ثانيه لانها عندها خبرات وبتلعب بشكل كويس، وفي لعيبه برده بتبقى كويسه ومش محظوظه لان المركز ده بيبقى فيه لعيبه برده كويسه كتير. صح. ففي الاختيار النهائي طبعا في حسابات للجهاز أكيد. بنحاول نشوف الناس كلها بشكل كويس، نقيم الناس بشكل كويس، وفي النهايه انت عندك قائمه بتختار منها المناسب ليك والمناسب لطريقه اللعب اللي انت ممكن تلعب بيها خلال الفتره. اللاعب الكويس يا كابتن واللاعب المحظوظ ده ممكن يبقى عمرو ورده كويس ولا محظوظ ولا مش محظوظ؟ عمرو ورده لعيب كويس وكان في فتره من فترات اكيد محظوظ يعني. محظوظ عشان مشاركته مع المنتخب في فترات كبيره. اكيد طبعا اكيد. وانت كلاعب كمان لازم تستغل الحظ يعني. صح. انت كلاعب بغض النظر عن اسامي، انت كلاعب لازم تستغل الحظ في اوقات كتيره. في لعيب ساعات بيكون بعيد ولكن الحظ يخدمه انه يقرب. صح. نتيجه اصابه لعيب كان بيلعب في مركزه بيكون موجود بيشارك، فلازم تستغل الفرصه وتستغل الحظ اللي جالك علشان تبني عليه وتكمل عليه. صح. اخيرا يا كابتن انا اسف على الاطاله يعني، هل لا لا تحت امرك كتير. الله يخليك كابتن. هل يا كابتن بيبقى في قواعد للمنتخب في مساله السن؟ يعني مثلا كل جهاز منتخب بيبقى ليه رؤيه ووجهه نظر في موضوع طبعا. السن حتى لو تالق اللاعب بنقول والله مثلا ده سنه كبير احنا هنشتغل في سن او في معدل اعمار لحد كذا، ولا ده ما بيبقاش موجود؟ هي الموضوع بص سؤال سهل وصعب. سهل ان انا اجاوب وصعب في المنظومه نفسها. انا يعني بمعنى ايه؟ انا لما يكون عندي اهداف محدده واضحه وبشتغل من خلالها، سواء على وصول لبطولات او منافسه على بطولات او احلال وتجديد في من خلال منتخب، مش خلينا ما نتكلمش عن منتخب مصر، سواء منتخب او نادي، فانا بشتغل على حتتين في نفس الوقت. هل انا جاي بنافس على بطولات وبحقق بطولات وبوصل لمراكز معينه بغض النظر عن اي شيء، وفي نفس الوقت بالتوازي ببني فرقه جديده وبكون منتخب جديد وعاوز عناصر جديده تدخل؟ كل الحاجات دي صعب تتعمل مره واحده. صعب تتعمل مره واحده، لكن لما احدد اهدافي بشتغل واشتغل من خلالها ويبقى عندي اولويات. فاوقات كثيره بحتاج السن الكبير وبحتاج الخبره. واوقات ثانيه بحتاج السن الكبير وبحتاج معاه سن صغير. صح. هي المتطلبات ايه والاهداف ايه والمرحله اللي انا فيها عاوزه مني ايه؟ صح. يمكن انا دلوقتي عندي انا في تصفيات افريقيا وعاوز اتاهل لامم افريقيا السنه الجايه ان شاء الله في شهر 1، وفاضل لي ماتشين. يمكن انا عندي 8 نقط، فاضل لي خلاص خطوه واتاهل، ولكن انا فعليا لسه ما اتاهلتش. عندي ماتش في كينيا مهم جدا ان انا اخد النقطه او اكسب هناك عشان اتاهل بشكل رسمي. في المرحله دي المفروض انا افكر ازاي كجهاز تفكر خطوه خطوه. صح. الاول اللي انا بفكر اتاهل واتاهل بشكل كويس، وبعد كده يبقى عندي اهداف ثانيه وعندي وقت ممكن ابني عليه حاجات ثانيه للمنتخب ان شاء. صح. الله. بتمنى لك يا كابتن كل التوفيق حضرتك والجهاز بالكامل، وان شاء الله باذن الله يعني تكون النتائج رائعه.
ان شاء الله. شكرا كابتن، شرف بوجودك كابتن. بشكرك كابتن، بشكرك كابتن احمد. شكرا جزيلا كابتن احمد ايوب مدرب العام للمنتخب الوطني. نروح للاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري الحقيقه بيقدم كوره رائعه، امكانيات كبيره، لعيبه على اعلى مستوى، ظهور الحقيقه عدد كبير من اللعيبه بمستوى اكثر من رائع. معاهم الاستاذ محمد مصلحي دايما نطمن عليه، يعني الدكتور قال له لازم تكون بره الاسترس وبره التنشنه، ولكن هيروح منها فين؟ ولكن ان شاء الله باذن الله يبعد عنها وتمشي الامور بشكل هادئ. جهاز فني على مستوى عالي جدا، دايما بقول ان شهادتي في التوأم مجروحه، لان حسام ابراهيم اذا تواجدهم في اي مكان فلازم تبقى فيه نتيجه كبيره، ولازم يبقى فيه كمان حماس كبير. كابتن ابراهيم حسن مشرفني ومنورني. حبيبي يا كابتن، بتشرف بوجود حضرتك دايما. الله يخليك، ربنا يخليك، انا سعيد بوجودي معاك. الف الف سلامه، ويعني قمت بالسلامه سريعا من كورونا، الحمد لله الحمد لله. تجربه صعبه يا كابتن ولا سهله؟ يعني الحمد لله ربنا ستر وعدت الحمد لله. وبعدين انت برضو اديتني شويه حاجات كده، نصيحه كويسه جدا طبعا. كمان يعني الدكتور حسام حسني حسام راجل رائع الحقيقه، رائع رائع رائع. كان حصل برضو في الاول خالص مع حسام، وكان مهتم طبعا، وكان كانت يعني كمان برضو بتكليف من الدكتوره الوزيره هاله طبعا، كانت دكتوره محترمه جدا، ووزيره ست الوزيره رائعه جميله جدا ونشيطه جدا طبعا. وانا بشكرها من خلالك برضو، لاني برضو يعني الفتره كانت حسام ما حدش كان الموضوع، ما حدش كان واخد باله منه وكده، بس هي عملت مجهود رهيب. وكان طبعا كمان من خلال الدكتور حسام حسني، وانت اديتني نصيحه برضو تابعت معاه، والحمد لله ربنا سترها معايا يعني. الف الف سلامه يا كابتن، ودايما بالسلامه يا رب. الله يخليك، ربنا يخليك. واحنا بنتفرج على الاتحاد مع كابتن حسام حسن في غيابك، تحس ان الدكه فيها حاجه ناقصه، وتحس ان كابتن حسام حسن بيدور على حاجه واقعه منه، يعني بيبص وراه ويدور على حاجه يعني مش موجوده يعني. الحمد لله الحمد لله، هو حسام كمان يعني كان سادد قايم بالدورين، وهو الراجل كمان حسام شايل لعيب كبير جدا، الله يكون في عونه. الضغط كمان عليه في الشغل الفني والتحفيز اللعيبه، موضوع مش سهل. وانت عارف ان لما حد بيشتغل بقلبه وبيشتغل بضمير بتبقى الموضوع صعب مش سهل، غير ان واحد ياخدها، في ناس بتاخدها بيزنس او شغل عادي وخلاص، لمجرد ان هو يبقى ماسك فريق ومش فارقه معاه. انما انت المشكله ان احنا بنشتغل في اي مكان، بنشتغل بقلبك وبضميرك وبتبقى على حساب صحتك وعلى حساب اعصابك وضغط عصب رهيب. فحسام بصراحه يعني الله يكون في عونه، كل يوم تفكير وتحفيظ وتفكير ان يرفع مستوى مجموعه اللعيبه اللي موجوده، ومقاومه الظروف، عدم التوفيق اللي بيبقى انت بتعمل كل حاجه في الكوره وابو الحظ والتوفيق مش معاك. زائد الاصابات طبعا اللي احنا تعرضنا ليها كثيره جدا. عندنا كريم اديب راجل وصل من اهم اللعيبه اللي موجوده في الفريق، وصل فورم عاليه، وبعدين رباط صليبي، وبعدين كريم ممدوح برضه الراجل رباط صليبي، وبعدين محمود شعبان كسر مضاعف اصابه رجله، كلها غيابات صعبه جدا جدا يعني علينا الفتره اللي فاتت. زائد اللي انت الفريق كله، تخيل انت الفريق ده، الفريق نادي الاتحاد بلاعبيه بجهازه كله جاله كورونا، فزاد بعد كده رجعنا للضغط، الماتشات كل يومين وكل ثلاث ايام ماتش، فظروف صعبه شغالين فيها، بس الحمد لله يعني اللعيبه بتستجيب وشكلها الحمد لله يعني راضيين عنهم تماما، لان بيلعبوا بروح عاليه وبيلعبوا كوره بشكل كويس يعني. فدي اللي معوضانا حاجات كتير جدا، سواء الضغوط اللي احنا فيها سواء الاصابات، فالحمد لله على الشكل. وبس احنا بنامل ولسه عندنا طموح كبير جدا ان النادي الاتحاد يبقى شكله احسن كمان، والنتائج كمان يبقى في مكاننا، في مكان جمهور اسكندريه ومجلس اداره طبعا راسهم الاستاذ محمد مصلحي، واحنا كجهاز عايزين نبقى في مكانه ان شاء الله، مكانه كويسه تليق باسم وتاريخ نادي الاتحاد ان شاء الله. لو احنا يا كابتن يعني بنتكلم دلوقتي على اختيارات المنتخب اللي لسه هتحصل، وبندردش مع قامه كبيره زي حضرتك، وحضرتك دلوقتي مثلا بتدردش مع نفسك وبتقول انا عندي فلان الفلاني في المكان ده يقدر يلعب منتخب مصر، مين يا كابتن؟ ايوه
والله في لعيبه كتير جدا كويسين في الفريق يعني. هو طبعا كريم الدير ده خساره، خساره للاتحاد وخساره لمنتخب مصر كلاعب من اللعيبه الهايله يعني اللي موجوده. وفي لعيبه يعني في اكتر من لعيب شغال كويس يعني. في طبعا عندنا المفروض صبحي منتخب اولمبي راجل طبعا اكيد ده هو لعيب نادي الزمالك وعرى عندنا، بس هو من حراس المرمى المميزين جدا دلوقتي. وعندنا اكتر من لعيب بصراحه يعني مجموعه يعني احنا المجموعه بتاعتنا او الفريق. عمار جاهز يا كابتن؟ وعمار جاهز، وعمار بيلعب في اكتر مكان يعني. يكفي ان هو بيلعب في ناحيه في الباك رايت بيأدي بشكل كويس، بيأدي في نص الملعب بيأدي بشكل كويس. فالحمد لله يعني عمار يعني هيبقى حاجه كويسه، حاجه يعني كبيره ان شاء الله لمنتخب مصر الفتره الجايه، لان لعيب صغير في السن. فوزي حناوي برضه الراجل شغال بشكل كويس جدا. ف يعني في بقى الخالد غمدو، في لعيبه كتير ومانجا شغالين كويس يعني. انا مش عايز انسى بصراحه في لعيبه بتجتهد، في لعيبه بتحاول انها تزود نفسها، فدي ممكن تبقى موجوده لصالح ان شاء الله منتخب مصر باذن الله. كابتن عايز راي حضرتك بره الاتحاد شويه في لقاء النادي الاهلي الاخير، وراي حضرتك في موسيماني، وراي حضرتك في يعني ظاهره الفرص الضائعه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. يعني انا شايف ان احنا يعني موضوع موسيماني مش عايز اتكلم فيه تاني يعني. راجل مدرب محترم وراجل يعني قيمه عاليه، وراجل اكيد النادي الاهلي او اختاره على اساس ان هو عارف السيره الذاتيه بتاعته، واكيد انجز يعني. بس عشان الناس بتفهم غلط، يفهموا كلامنا غلط يعني. انا لما بتكلم قبل كده انا بتكلم على ان هي مفاجاه النادي الاهلي اختار مع يعني يعني مدرب من افريقيا، من انت عارف جنوب او غرب او شرق، بتبقى مفاجاه بالنسبه لك. في شمال افريقيا في ناس اشتغلت في مصر يعني. فانت لما بتتكلم فالناس بتفهم غلط يعني. انا بقول ان النادي الاهلي كان بيقدر يجيب مدربين كبار من اوروبا او في حتى كفاءات عاليه في مصر، تمام؟ فبتتفهم غلط الكلام اللي احنا بنقوله. ففي ناس بتطلع تزعل مع ان الناس كلها بتنقد وبتتكلم في بالنسبه للموسيماني بصوره كبيره، سواء على مستوى الاعلام او مستوى حتى اللاعبين قدام او مدربين. ما حدش بيتطرق ل يعني ما ياخدوش كلامه عن طريق يعني ان في انك انت بتسيء ولا بتعمل حاجه، انما بقول رايي. فعشان كده الواحد مش عايز اتكلم في موضوع موسيماني، انما انا بتكلم موضوع الفرص اللي دي بتحصل مع الفرقه كلها يعني. احنا الماتش الاخير مثلا وعلى فرص كتير جدا في بالنسبه لك المباراه مع الانتاج ومع انبي مع اسوان. فهي حته الفرص ديت يعني بتبقى موجوده. وفي كره القدم معروف ان انت وارد ان في ماتش من الماتشات بتبقى فرص كتير، كره مش عايزه تخش فيه، لعيبه بتبقى عندها ثقه زياده عن اللزوم ان ممكن يكسب الماتش ده سهل، ما بيبقاش فيه جديه، يبقى قدامه الجون ما فيش، بيبقى فيه رعونه، ما فيه ان هو فاكر ان فرص هتجيله مره واثنين وعشره، انما هو في الاخر خالص بتلاقي الماتش بيتأزم او الماتش بيتصعب. زي بقول لك الماتشات اللي انا قلت لك عليها بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي نفس الشيء. المباراه الاخيره في فرص ضايعه كتير، بس هم اللعيبه زي ما بقول لك مش عايز ياخد قرار ان هو ايه، ان الفرصه دي ممكن ما تجيليش تاني. صح. هو حاطط في دماغه ان انا سهله. صح. مثلا على مستوى النادي الاهلي يقول لك انا سهل جدا مع فيتا كلاب، دي احنا لعبنا معاهم قبل نهائي فيتا كلاب في على ملعبهم بيبقى الموضوع صعب، خلي بالك. ملعب نجيل صناعي زائد اعتقد هم شغالين بالجمهور باين هناك، ما اعرفش يعني. يعني الجمهور بيبقى بيحضر، لو جمهور حضر بيبقى بيدي نوع من انواع الحماس لفرقته بطريقه صعبه جدا زي ما زيمبي. فانا شايف ان يعني كان المفروض اللعيبه في تركيز وفي اهتمام اكتر من كده في الفرص اللي بيجي لهم عشان ما يحطوش نفسهم في موقف صعب. لان زي ما بقول لك المباراه اللي يعني اللي هتلاقي في الملعب فيتا هيبقى صعب قوي. في حماس، الفرقه دي بتبقى بتهاجم وحافظين الملعب كويس قوي، فالماتش مش هيبقى سهل للنادي الاهلي. صح. راي حضرتك في بواليا يا كابتن، يعني اداؤه اداء مروان، هل النادي الاهلي في احتياج لمهاجم ولا يمتلك مهاجمين كفايه؟ يمتلك. هو بواليا حصل مشكله، اقول لك المشكله الاساسيه اللي حصلت لبواليا السبب فيها الاعلام، والسبب فيها اعتقد برضو ممكن يكون اعلام النادي الاهلي، ممكن يكون التقديمه الدخله اللي دخلها غلط.
انا حسيت ان لما ولي النادي الاهلي اشتراه ان اشترى كريستيانو رونالدو او في حاجه كبيره جدا، مع انه راجل بيلعب في الدوري، بس حسيت ان في هاله اتعملت عليه جامد. حتى ابتدت قناه النادي الاهلي لسه بالليل في التوقيع اتعمل له استوديو او برنامج او حضر برنامج على الهواء، ودخلته حس ان هو في يعني ان هو يعني حاجه كبيره، مع انك لسه ما قدرتش. حمله عليه ضغط، حمله عليه ضغط. وبعدين ممكن يكون فعلا كمان كان لازم ياخد زي ما اتعمل مع الراجل الفرد اللي مشي كان اسمه بادجي. بادجي حصل تعامل معاه غلط. يعني التعامل اللي كان لازم ياخد تدريجي، قصد حضرتك. لا بادجي لا، عملوا معاه كده بس ما عملوش حتى ما ادوش حقه في حته ان ياخد فترة كويسة في طب تقييمك، تقييم حضرتك يا كابتن، هو حصل العكس، حصل مع العكس. بس هو مهاجم جيد يا كابتن، يعني هو مهاجم جيد ولا لعيب كويس؟ مهاجم جيد طبعا اكيد، بس مهاجم. كان لازم الاول ياخد الدور حساسية اللعب مع النادي الاهلي، يعني المفروض كان شوية يحسسوه ان هو في النادي الاهلي دلوقتي، يعني شوية ياخد جزء بسيط يديله يعني ياخد تدريجي التدريج، ياخد جزء يحسسه بخميره النادي الاهلي، يحسسه بالوضع بتاع النادي الاهلي. طب وحضرتك شايف ان الاهلي محتاج مهاجم ولا لا يمتلك مهاجمين على مستوى عالي؟ يمتلك، بس هي المشكله انت عندك عندك محمد شريف، مروان محسن، بواليا، جايه صلاح محسن، وصلاح عندك لعيبه كويسه جدا. النادي الاهلي مش محتاج ده غير الناس الاعراض، احمد ياسر ريان، في لعيبه غير عمرو جمال برضه. انت يعني النادي الاهلي فعلا مش محتاج يبقى النادي الاهلي، الفراوده اللي موجودين في النادي الاهلي مش موجودين في حته، في اي نادي في مستوى مصر حتى. انا بتكلم على مستوى مصر، انما انا يعني هتشتري مجرد الشراء. صح، هي القصه كلها ممكن يكون من كتر، ممكن تعمل عكس من كتر الفراوده اللي عند المدرب، عامل مش عارف ياخد القرار الصح في مين اللي يلعب، وممكن الشغل اللي برضه الشغل الفرد اللي على الجون ممكن ما يكونش بالشكل المناسب اللي تقدر تحسسه ان هو بيلعب. فرق بين بتلعب مع النادي الاهلي وتلعب مثلا جاي من نادي سواء محلي او من بره. حضرتك عايز تقول ان روشته الاهلي في الجزء الفني لازم يشتغلوا مع اللعيبه اكتر من كده. اكيد لازم يشتغل على الجون كويس، ولازم تصحيح الاخطاء. مجرد ان انا مش انا داخل النادي الاهلي هكسب، يعني ما هو النادي الاهلي هيكسب بس لازم انا عشان ما اخش في اثاره حته النادي الاهلي محتاج مهاجم ولا لا. النادي الاهلي عنده كتير ما شاء الله، عنده فراوده كتير جدا. مروان ياخد الثقه تاني عادي، ما هو بص طول ما النادي الاهلي، اصل النادي الاهلي هيقعد مروان ليه؟ ما اكيد شايفين حاجه كويس. طب عايز اسال حضرتك انا السؤال يا كابتن، اختم بيه الجزئيه دي، افضل واحد فيهم في محمد شريف ومروان وبواليا وصلاح محسن مين من وجهه نظر حضرتك؟ شريف وصلاح محسن لو خدوا هيعلوا جامد جدا، واعتقد صلاح محسن وشريف خدوا اول ما رجعوا اشتغلوا واشتغلوا بشكل كويس قوي، بعد كده حصل استبعاد ليهم، يعني حصل تراجع ان هم قعدوهم او بره حتى السكور. تمام. اول ما بواليا رجع او جه فحسيت ان بقى في يعني في ظلم ان انت الناس دي اشتغلت كويس وبعد كده شلتهم استبعدتهم. فدام الراجل كان ماشي كويس وبدا كويس شريف او صلاح محسن اشتغلوا بشكل كويس، طب ليه ما سيبهمش؟ وبعدين الناس دي عندها سرعات وعندها حيويه في الملعب. في توقيتات لازم بيكون انت حافظ ممكن انهي فيهم مين اللعيب فيروز اللي انت تقدر تاخد منه توقيت معين من خلال المباراه جزء معين. صح. يبقى لازم دماغك شغاله، انت اللي حافظ اكتر مني. يعني انا شايفين من بعيد، انما هو راجل شايف الجهاز او المدير الفني بيبقى شايف اكتر. طب. انما لو ادى كل واحد المباراه او الجزء اللي هو يقدر يساعد بيه الفرق، في فرق في خط ظهر بتاع فرق مثلا كتير بيبقى في بطء عندهم. عندك صلاح او صلاح مصر او شريف او الناس دي عندها سرعات ممكن يشتغل الحته دي. ولا ممكن يبقى في ممكن يكون محطه عنده بيبقى انت حضرتك عايز تقول انه ممكن يدور المجموعه كلها في احتياجاته وهيلاقي احتياجاته عنده. طب كابتن عايز اخد ساعات بيبقى لو يكون عندك خير كتير او عندك مش عارف توديها فين، مش عارف تستغلها.
فبتبقى في الاخر خالص بيبقى وبال عليك وترجع في الاخر تقول انا عايز حد تاني. انا بتكلم عامه ما بتكلمش على صح. عايز بقى روشتة كمان للزمالك يا كابتن، راي حضرتك في اداء الزمالك الاخير، وراي حضرتك في المشكله في نادي الزمالك، رغم ان الزمالك بيمتلك لعيبه كتير، وباتشيكو هل فنيا على مستوى عالي ولا لا؟ طبعا مدرب محترم واكيد يعني اسم كبير، بس هو في لخبطه في نادي الزمالك دلوقتي. اللعيبه مش عارفين هم فين، ويعني فتره كانوا ماشيين كويس قوي وتركيز عالي ودخلوا في حته تحدي مع الظروف اللي موجوده فيها نادي الزمالك. بعد كده حسيت ان بعد التحدي دوت قل، او التركيز بتاعهم قل، ان مدى الاهتمام هم عايزين ايه ابتدت تروح منهم. ماتشات راحت منهم في الدوري سهله جدا وهما بينافسوا، ف ماتش زي الترجي لا، انا شايف الترجي مش قوي بالصوره اللي هي ممكن يكسب نادي الزمالك ثلاثه. نادي الزمالك هو اللي خسر نفسه. يعني انا شايف ان نادي الزمالك مشغول بحاجات كتير قوي، وفي رغي كتير قوي، وفي قرارات كتير من كل واحد، من كل حد موجود. وبعدين دخلنا في مع احترامي اساسي لعيب كبير جدا وهايل، وحاجه يعني من اللعيبه اللي انا شايف مميزه جدا في الفتره الاخيره على مستوى حتى يعني مستوى افريقيا، على مستوى الدول العربيه، ان لعيب مميز. انما ما ممكن الراجل مش عايز يقعد، ما انا هقعد اجمع له في 2 مش عارف كم مليون دولار، طب انا مش قادر، ما انا هفتح بعمل فجوه كده ما بيني وبين اللعيبه اللي موجود. صح خلاص سافي هتقعد، احنا ظروفنا كذا، المبلغ على الاقل هتاخد العقد اللي كنت تاخده قبل كده مثلا، او ظروف العقد اللي انت خدته قبل كده كان ليها ظروف ثانيه، كان في مساعده طبعا من كان اكيد من مستشار تركي آل الشيخ، تركي آل الشيخ، المستشار تركي آل الشيخ، مستشار تركي طبعا. الراجل كان يعني هو عمل طفره كبيره جدا في اللعيبه اللي دخلت نادي الزمالك، وكان ليه هو يعني الفضل ان نادي الزمالك يجمع مجموعه اللعيبه دي. بس صح حصل دلوقتي اني بعد ماديا، فانا اللعيب اللي موجود عندي لازم يكون حاسس بظروف النادي. لو انت حابب نادي الزمالك هتقعد ويبقى تستحمل الارقام اللي ممكن تبقى موجوده فيه. مش قادر خلاص، انا بالنسبه لنادي الزمالك انا مش هقدر هدور ولا معلش يعني هعمل يعني افكار محترمه ليهم. ما انا ممكن ادور على لعيب اديله كل اللي عايزه، واجي في اللعيبه بقى اللعيبه الثانيه مش هعرف اخسر الفرقه. وبعدين هتلاقي كل واحد اشمعنى، لما يكون واحد له واخد 2.5 مليون دولار او 3 مليون دولار او ايا كان، وواحد ثاني يجي يقول لك انا عايز على الاقل حتى نص الفلوس دي، مش هتعرف. انت بتعمل خلل جوه الفرقه، بتعمل مشكله. زائد ان لازم يبقى فيه هدوء، لازم الناس الموجودين محترمين جدا، الموجودين الاداره المؤقته اللي موجوده محترمين جدا وعايزين يخدموا بقلب، وعايزين بس الحمل كبير عليهم جدا، وزائد الضغوط الموجوده بسبب النتائج، او كل واحد ليه فكره ابتدى يبقى كل واحد ليه رايه. طب حضرتك لو بتدي رساله، حضرتك لو بتدي رساله لعيبه الزمالك تقول لهم ايه يا كابتن ابراهيم؟ ان هم لازم يعرفوا ان هم في نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، ولازم تعرف انك انت وكل واحد، حتى اللعيب يعني مش بدون ذكر اسامي، في لعيبه مش عايزه تقعد احتياطي، او مش عايز لو ما بداش يبقى خلاص كاره زميله، ما ينفعش. انت بتعرف نادي كبير، وانت عارف جاي نادي الزمالك ان انت مش جاي عشان يعني انت اللي موجود بس، ما في اكتر من لعيب موجود. صح انا بتكلم في كل المراكز، وانت عارف في المشاكل انا اسمعها في مراكز معينه، يعني في مثلا بتكلم في حراس المرمى، لما يكون عندك ثلاثه مميزين ما الثلاثه من تحسن من بعض، هو ده لما يلعب، ما هو ده اكيد انت هيجي عليك دور، بس لازم تقعد ولازم تستحمل، وهيجي عليك الدور تاني. فهي لازم تمشي كده، انما تيجي تقول له ما تقعد تحتوي، يقول لك انا مش هقعد احتياطي، انا لازم العب ماتشات مهمه، وفي ماتشات في لعيبه هينقي ماتشات ما ينفعش. صح. فانا بقول لعيبه الزمالك لازم يعرف ان هم بيلعبوا في نادي كبير واسم كبير وجماهير كبيره جدا، فلازم يبقى في احترام للنادي، ولازم يعرفوا ان هم بيلعبوا على بطولات زي ما النادي الاهلي بيلعبوا على بطولات. صح. فلازم يكونوا عندهم النقطه ديت او عندهم التفكير ده. صح. ولازم يبعدوا بقى عن حته ان ده ما فيش ضغط جماهيري بقى احنا هيحصل نعمل اللي احنا عايزينه نخسر، ما ينفعش. انت لعيب، انت لعيب بتطلب فلوس وعايز تبقى لعيب محترف وبتلعب في نادي كبير، ايه اللي ناقصك انك غير تركز؟ مش ناقصه، مش ناقصه اي حاجه. ما هو كده كده. نعم. مش ناقصه حاجه. ناقصك الناس عماله دعم من كل حته. صح. وظروف النادي في ظروف صعبه جدا. فلازم الراجل بيبان، والمعدن لازم المحترم بيبان.
صح. وبعدين ما فيش اللي عايز يلعب، اللي عايز يلعب في نادي الزمالك، انا عشان انا رساله او للناس المسؤوله عن نادي الزمالك، اللي عايز يلعب في نادي الزمالك ويرضى بالظروف بتاعته يرام اهلا بيه، اللي مش عايز يمشي صح، اللي مش عايز يمشي عادي جدا يعني. صح، هاخد حضرتك. اللي حاسس ان هو احسن من زميله ومش هيلعب، مش يا اما يلعب يا اما بلاش، خلاص يمشي ونادي الزمالك استفاد منه. صح يا كابتن. العلاقه حضراتكم مع الاستاذ محمد مصلحي والدعم الاستاذ محمد مصلحي مديه للفريق، انا عارف ان العلاقات بينكم طيبه. الحمد لله. اي اتفضل. انا بقول لحضرتك في الدعم اللي استاذ محمد مصلحي مديه لكم للفريق، والعلاقه أيه. بينكم وبينه والصلاحياتكم المطلقه اللي هو مديها لكم الفتره أيه. الاخيره. ايوه يعني الحمد لله من اول يوم ومن قبل كده، حتى في علاقتنا بالاستاذ محمد مصلحي انا وحسام علاقه محترمه جدا، حتى قبل ما نتعامل معاه على مستوى شغل التدريب في النادي، لاني اول مره نتعامل معاه في كراجل هو رئيس نادي واحنا كجهاز. فمن قبلها في علاقه محترمه وفي اتصال تواصل باحترام، فالعلاقه الحمد لله محترمه جدا وفي تفاهم من اول يوم، قاعدين بنشوف الظروف العامه اللي موجوده على مستوى الكره المصريه، زائد الظروف في نادي الاتحاد، زائد ظروف اللعيبه اللي موجوده، زائد الامكانيات اللي موجوده، فبنحاول اشتغلنا على اساس ده او في بالشكل الموجود، فبنحاول ان احنا الحمد لله يعني في توافق جامد جدا، في احترام، في اتصالات على طول يوميه اكتر من مره بالاستاذ محمد مصلحي معانا على طول في المواقف الصعبه والمواقف الكويسه، بنحاول نلاقي الحلول في اي مشاكل بهدوء، بعيد عن الاعلام وبعيد عن اي المواضيع دي، لان اكيد بتلاقي في حاجات كويسه وفي مشاكل وفي حاجات سهله وفي نجاحات وفي اخفاقات، كل حاجه هتبقى موجوده. وكره القدم وخصوصا الانديه الجماهيريه ما فيش حاجه سهله، مش عمرك ما هتبقى الناس هترضى على كل حاجه. صح. عشان كده لو رئيس النادي الموجود ومجلس اداره ما فيش تفاهم وما فيش تقدير زي ما انا لما يبقى في تقدير لرئيس النادي مني انا وحسام والجهاز، وتقدير لجماهير النادي الاتحاد، لازم يبقى ده موجود وباحترام، ونفس الشيء التقدير لما يكون موجود من رئيس النادي ومجلس اداره الجهاز بيدي نوع من انك انت يعني في انت في شغلك مطمن، بتبقى سعيد، بيترجم على النتائج وعلى الفريق طبعا. وبعدين ما فيش عقبات، فالعقبات اللي هي بتيجي بقى ان الظروف العامه اللي موجوده على المستوى المنظومه او الاخطاء اللي بتحصل او عدم التوفيق اللي بيحصل، صح، هي دي الظروف اللي بتخلي ان يبقى كله نفسه يبقى احسن حاجه تبقى موجوده. صح. فاكيد ما فيش كل حاجه هتبقى كويسه يعني، لازم هتلاقي عقبات بتطلع لك يعني. بالتوفيق يا كابتن ان شاء الله، وبشكر حضرتك وبتشرف بوجودك دايما معايا، وكل التوفيق لحضرتك كابتن حسام والاستاذ محمد مصلحي والاتحاد السكندري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم حسن، يعني واحد من الشخصيات الحقيقه اللي بكن لها كل الاحترام، هو وحسام التوأم دايما الحقيقه بيأدوا بشكل اكثر من رائع في اي مكان، بيعملوا اللي عليهم بحماس كبير جدا. من الاتحاد السكندري على بيراميدز، وبيراميدز ابتدى يكسب وابتدى يروح في منطقه مختلفه وابتدى يخش المربع الذهبي وينافس على مكانه المفضل. الكابتن احمد حسام ميدو يعني المستشار الفني لنادي بيراميدز والمتحدث الرسمي، القاب كتيره قوي ميدو، اي لقب فيهم شغال ولا حاجه، اي حاجه ميدو بس. اخبارك ايه؟ وحشني. كله كويس الحمد لله. الحمد لله فيه. الف مبروك لبيراميدز، يعني واضح ان الامور ابتدت تمشي، وشك حلو اهو. يعني الحمد لله طبعا، يعني باللعيبه يعني بتقاتل، واللعيبه رجاله عارفين مسؤولياتهم كويس، والحمد لله طبعا يعني مكسبين مهمين جدا، لكن انا بقول ان دي بدايه لتصحيح المسار. احنا عايزين نكون موجود زي ما انت كنت لسه بتتكلم في مكانه كويسه وفي مكان كويس في جدول الدوري بما يليق بالاسماء الكبيره والمدير الفني الكبير اللي موجود عندنا. وانا بقول ان في الكوره دايما المكسب بيجيب مكسب، والانتصار بيجيب انتصار، والفرقه الكبيره هي اللي بتعرف تعمل انتصارات متتاليه. فالمكسبين اللي فاتوا دول ان شاء الله يكونوا بدايه لعوده الفريق للمكان الطبيعي باذن الله. يعني عجبني اول حياة تصريحك في الاول، ان انت اول ما جيت قلت المدير الفني كبير ومكمل، اديت الراجل الثقه وهو كمان ما خذلكش، يعني الحقيقه مشي بيها والنتيجه مشيت بشكل جيد. والله يا سيف صدقني دي قناعات الـ 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 الاداره النادي نفسها.
يعني فعلا في قناعه كبيره جدا حتى في وسط النتائج السلبيه اللي كانت موجوده او عدم الرضا عن النتائج في بعض الاوقات بامكانيات المدير الفني. احنا بنتكلم على راجل مدير فني كبير حصل على الدوري الارجنتيني وحصل على كاس الارجنتين، وراجل درب بوكا جونيورز، وراجل كان لعيب كبير وعنده خبرات كبيره جدا، وجاي هنا بجهاز يعني في محللين اداء وفي راجل فيتنس كوتش على اعلى مستوى، ففي قناعه ما بتتغيرش مع النتائج السلبيه، وهو دي الطريقه اللي اداره بيراميدز بتفكر بيها. فالحمد لله الثقه دي وصلت للمدرب، وانا وصلت رسالتي ورساله الاداره للمدرب بشكل مهم جدا ومباشر، ان هناك ثقه عمياء في امكانياته وثقه في ان هو قادر ان هو يرجع الفريق للمكان الصح. والحمد لله النتائج اتظبطت، لكن زي ما بقول لك دي لسه البدايه بس بالنسبه لنا ان شاء الله. هاخدك في ملف تاني، واحنا دلوقتي منتظرين اعلان الكابتن حسام البدري لقائمه المنتخب الوطني، واكيد هيبقى عندك احلام وطموحات يعني لعدد كبير من لاعبي بيراميدز. عايز اعرف من وجهه نظرك مين اللعيبه اللي انت شايف ان هم جاهزين، ورايك في شريف اكرامي ورمضان واحمد فتحي الوافدين الجدد ادوا بكام في الميه من مستواهم حتى الان؟ يعني طبعا انا شايف ان شريف بيقدم واحد من افضل مواسمه بصراحة، يعني أنا في رأيي إن الموسم اللي بيقدمه شريف السنة دي قريب جدا من الموسم الكبير اللي هو قدمه مع الجونة قبل انتقاله للنادي الأهلي. بيقدم موسم كبير، ومش أنا اللي بقول الكلام ده، أرقامه هي اللي بتقول الكلام ده. واحد من أفضل الحراس في الدوري المصري، الدوري المصري فيه حراس مميزين، فيه ثلاث أو أربع حراس مميزين، أكيد شريف إكرامي منهم. طبعا في الاخر طبعا قرار الكابتن ايمن طاهر وقرار الكابتن حسام البدري في اختيار الافضل لقائمه المنتخب، احنا عمرنا ابدا ما هنعلق على الكلام ده. رمضان عامل موسم كبير جدا، واحد من هدافين الدوري، والحقيقه لعيب اظهر شجاعه كبيره جدا رغم يعني المصاعب اللي كانت موجوده، لكن قدر ان هو يؤدي بشكل كويس، بيحرز اهداف بيصنع اهداف وعنده شجاعه كبيره جدا، وهو ده اللي اداره بيراميدز كانت بتتوسم فيه في رمضان. احمد فتحي لعيب كبير للاسف كان غير محظوظ في ان هو اصيب في وقت صعب وفي وقت حساس، لكن ابتدى يرجع تاني وابتدى يشتغل تاني، ابتدى يلعب سنتر باك ناحيه اليمين في ثلاثه ورا وبيأديها بشكل مميز جدا، لان هو لعبها قبل كده لفترات طويله. عندنا يعني عندنا احمد سامي بيأدي بشكل كويس جدا، دونجا بيأدي بشكل كويس جدا، مش عايز انسى حد، لكن عندنا لعيبه مميزه. انا عن نفسي متوقع ان على الاقل هيكون يعني في ستة لعيبة من بيراميدز في منتخب مصر قائمة المنتخب. ست لعيبة؟ أنا بقول لك هتشوف. مش عدد كبير؟ محمد حمدي، ليه؟ أنت آخر معسكر للمنتخب كان فيه سبعة لعيبة من بيراميدز. يلا يعني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليهم. برضو بعض الناس كانت ابتدت تقول ان رمضان الموسم الجاي ممكن يكون في يعني او ممكن يكون في بعض الدوريات الاوروبيه، هل ده موجود في البلان ولا رمضان مكمل مع بيراميدز الموسم اللي جاي؟ والله بص يا سيف، يعني لو النهارده انت لعيب جاي لك مثلا، لعيب عندك مثلا لعب الاولمبيك جيمز مثلا وجاله عرض كبير من احد الانديه القمه او احد الانديه الجيده جدا في اوروبا، عمرك ما هتقدر توقف في مستقبله. طالما ان في مكسب مادي للنادي جيد وفي عائد بيع جيد، وان الولد يبقى بيراميدز حاجه هتكتب لبيراميدز، لو بيراميدز كان البوابه بتاعت ان هو يرجع اوروبا وان هو يشتغل في احد الدوريات الكبرى، دي حاجه هتسعدنا كلنا وتسعد الاداره وتسعدنا كلنا. لكن صح، انا شايف ان الكلام سابق لاوانه، لسه في اكتر من نص موسم يعني موجود. نتمنى ان رمضان يلعب دور كبير جدا في تحقيق اهدافنا هذا الموسم، وان في المنافسه على الدوري والكونفدراليه وفي كاس مصر، وبعد كده اكيد لو جاله العرض المناسب هنقعد على الترابيزه ونسمعه. انا عارف ان انت دايما صاحب نظريه ارمي الحمل، يعني ارمي الحمل ان انا مش بنافس مش جاي السنه دي، ولكن اكيد بيراميدز عنده طموحات السنه دي، هل طموحاته في الكونفدراليه في المنافسه على المربع الذهبي مركز ثالث رابع، ولا لسه المشوار بدري؟ والله بص يا سيف، الدوري السنه دي دوري يعني انا شايف انه هيحصل فيه متغيرات كتيره فيما متبقي منه. انا على هوا مع سيف، بس فيما متبقي كابتن عفت نصار، بس السلام عليك كان بيسلم عليك كابتن سيف، اتكلم فيما متبقي منه. احنا عندنا طموح ان احنا نقدر نحاول ان احنا على الاقل نحاول نتاهل لبطوله افريقيا ابطال الدوري الموسم القادم، وعارفين ان ده حلم مش سهل، حلم صعب في وجود الكبار الاهلي والزمالك في الدوري المصري. وطبعا المنافسه على الكونفدراليه احنا شايفين ان احنا واحد من افضل الفرق رغم صعوبه الكونفدراليه السنه دي، وجود انديه كبيره في الكونفدراليه، وجود الصفاقسي، وجود انديه كبيره، عارفين ان هي منافسة
منافسه قويه، لكن قادرين ان شاء الله ان احنا زي السنه اللي فاتت على الاقل نوصل الفاينل باذن الله. اكيد انضمام ميدو مكسب كبير جدا لبيراميدز، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق ليك يا ميدو في اللي جاي. شكرا. وان شاء الله بالتوفيق لبيراميدز. بشكرك شكرا جزيلا احمد حسام ميدو، واعتقد اضافه كمان كمتحدث اعلامي الحقيقه بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. قبل ما اروح لاخبار الزمالك هقول لكم خبر حصري في النادي الاهلي. كهربا بيتمرن وراجع وعايز يحل الامور. موسيماني رافض يتعامل مع كهربا، رافض يتعامل مع كهربا، الموضوع بالنسبه له مقفول. تدخل الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له ان هو هيحل القصه، وان هو هيوعد موسيماني، كابتن سيد اللي هيوعد موسيماني ان هو هيتعامل مع كهربا، وان الامور هتكون متغيره 180 درجه الفتره القادمه. وانا بكلمكم دلوقتي موسيماني اخذ القرار ان الموضوع انتهى، ولكن بتدخلات كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد موسيماني هيديله الفرصه. هيدي الكهرباء الفرصه ازاي والشكل اللي هيديها له بيه ازاي؟ اكيد الامور مش هتبقى سهله. كهرباء نزل اتمرن امبارح والنهارده وملتزم في الجيم وملتزم بشكل كبير جدا، ولكن واضح ان المواضيع اتعقدت بشكل كبير جدا. موسيماني وجهة نظره ان النادي الاهلي دايما بيعمل انتصاراته بتنفيذ المبادئ بغض النظر اهم من اي لعيب، وقال في الغرف المغلقة لكهرباء قدام الناس، قال له اهم منك ومني ومن كل اللعيبة اللي قاعدة دي، ولو انت مش موجود وانا مش موجود وناس كتيرة مش موجودة هيفضل يكسب النادي الاهلي. ولكن القرار المفاجئ بالنسبة لي ان موسيماني اخذ القرار بعدم التعامل. حد يسألني امنياتك؟ امنياتي ان امور موسيماني تهدى وتبقى في فرصة أخرى، وهي ممكن تكون الفرصة الأخيرة لكهربا داخل النادي الأهلي ومع موسيماني كمان، علشان يقدر يعود تاني ويقدم الكورة اللي هو دايما معود الجمهور عليها. نتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. نشوف بقى أخبار نادي الزمالك إيه. حقيقة مفاوضات الأبيض مع كارتيرون بعض الناس اقترحوا، إدارة الزمالك الحالية رفضت رفض تام. لازم تعلن ده، لازم تطلع تعلن ده، لأن كارتيرون أموره صعبة جدا مع جمهور نادي الزمالك. فتوح هناك غرامات مضاعفة عليه وعقوبة مشددة عليه، كلف الزمالك الحقيقة كتير جدا جدا. اللي بقوله لكم الفترة الجاية صلاحيات للكابتن أشرف قاسم وكابتن عبد الحليم علي، صلاحيات قوية جدا وهيضربوا بإيد من حديد. في بعض اللعيبة الكبار مش هنشوفهم في قائمة الزمالك الفترة اللي جاية، اعرفوا على طول كده من غير ما حد يشرح لكم أي حاجة إن دول عاملين مشكلة، عاملين تربيطة، بيسخنوا اللعيبة. اللي هتلاقيه في الملعب وهتلاقيه في القائمة هو الملتزم. لازم اللي هيلبس تيشيرت نادي الزمالك يعرف ان فرقة نادي الزمالك دي وراها جمهور بالملايين كبير بيساند فرقته، واقف ورا فرقته وعايز مكسب، لان جمهور الزمالك الحقيقة مشي ورا فرقته مشوار كبير جدا. نتمنى ان شاء الله بإذن الله يا رب كل التوفيق لفريق نادي الزمالك في القادم. نشوف أخبار النادي الأهلي. وحيد بيغيب 4 أسابيع والأهلي بيستعد للقاء القادم. تعالوا بقى على الشاشة أقول لكم موسيماني قرر إيه في جلسة النادي الأهلي. تعالوا أقول لكم كده واحدة واحدة. موسيماني ابتدى الحديث بتوجيه اللوم ليهم، وبعد كده قال لهم حطيتوا نفسكم في موقف صعب، ودخل بعد كده قال لهم ولكن ليس مستحيل، إحنا البطل وإحنا اللي لازم نرجع، وزي ما صعبنا الامور لازم نحلها. بعض اللعيبه قال ان هو بعاد تماما عن مستواهم، حتى لو في اجهاد، حتى لو عندهم اجهاد. موسيماني مع النادي الاهلي ما بيعترفش بكده، بيعترف عارف ضغط الاهلي ان الاهلي لازم يكسب. موسيماني كسبان بطوله واثنين وثلاثه، والبعض يقول كره حلوه كره وحشه، اصل الحكايه ده طبيعه الاهلي، ضروره الفوز على الاسماعيلي لاستعاده صداره الدوري. على فكره مباراة الإسماعيلي دي مباراة كبيرة جدا جدا جدا. واحد يقول الإسماعيلي في مركز متأخر في جدول الدوري الممتاز، هقول له أنا قلت الكلام ده في مباراة الزمالك مع وادي دجلة، الأول مع الأخير، كل الاحترام لوادي دجلة. شفنا المباراة عاملة إزاي، شفنا كان الأمور عاملة إزاي، شفنا أداء وادي دجلة عاملة إزاي، شفنا عبد المنصف عامل إزاي. مباراة الإسماعيلي مهما كانت ظروف الإسماعيلي صعبة، ولكن لعيبة النادي الإسماعيلي هتلعب
امام النادي الاهلي والزمالك بشكل مختلف تماما. بقول لكم مباراة الاهلي والاسماعيلي هتكون مباراة كبيرة جدا جدا جدا. موسيماني ابتدى اشتغل، ركزوا معايا في الكلام ده عشان الكلام ده كان في غرفة مغلقة اجتمع بالمهاجمين لوحدهم. موسيماني اجتمع بالمهاجمين لوحدهم، مروان بواليا، صلاح، مروان اجايه، كل الناس اللي موجودة في النادي الاهلي، وقال لهم كالاتي: عندي وجهة نظر ان انا عندي مشكلة في الهجوم، وصرحت قبل كده وقال لهم وصرحت قبل كده وقلت انا محتاج في احتياج لمهاجم، ممكن اكون في احتياج لمهاجم على حساب واحد منكم، وممكن اكون في احتياج لمهاجم معاكم وانتم موجودين، لان عنده صلاح بيشغله في حته تانية، محمد شريف بيوظفه في مكان اخر، فممكن يكون عنده حسابات، وممكن اكون في احتياج للمعارين، وممكن ما اكونش في احتياج. الراي والكلمه الاولى والاخيره اكيد ليا، ولكن الكلمه الاولى والاخيره في قراري هو ليكوا في الملعب. اتمنى انتهاء الازمه الهجوميه اللي احنا فيها، والنادي الاهلي ما يقدرش يستحمل كل هذه الفرص بكل هذه النقاط او فقدان النقاط. يعني النادي الاهلي مثلا خسر، يعني متعادل مباراه، خسران مباراه قبلها، مفيش ارقام، ولكن اما بتتكلم عن النادي الاهلي او على موسيماني عايز يكسب كل مبارياته، عايز يكسب كل بطولاته. والنادي الاهلي على فكره المباراه الاخيره لعب مباراه كبيره، مسيطر تماما، مسيطر تماما، فريق النهارده عامل 10 15 فرصه. طب المدرب هينزل يعمل ايه؟ يعني انا الحقيقه اتكلمت في القصه دي كتير امبارح واول امبارح، قلت يعني موسيماني هيعمل ايه؟ موسيماني هينزل ياخد الكوره ويحطها هو في الشبكه؟ مدرب بيوصل فريق 10 15 مره، ايه المطلوب منه؟ ايه المطلوب من ادائه الهجومي؟ اصله متحفظ ايه؟ ده فرقه النادي الاهلي في المباراه الاخيره مع فيتا كلوب واقفه في البوكس، واقفه في الصندوق. بواليا بيضيع وده بيضيع وده بيضيع وده بيضيع، وزي ما قال كابتن ابراهيم حسن احيانا بتضيع وانت حاسس ان انا ححرز، يعني مش مشكله في فرص تانية، مش في كل الماتشات كده. ودايما كان كابتن علي ماهر بقى يعني ليه مقوله في الاستوديو: اللي يضيع يستقبل، اللي يضيع يستقبل، بغض النظر عن ضربه الجزاء، بغض النظر عن ضربه الجزاء. ممكن تكون ضربه الجزاء مليون في الميه غير صحيحه، ولكن ممكن تكون عقاب، ممكن تكون عقاب لعيب الاهلي على التهاون في كل هذه الفرص. موسيماني بيحاول بجميع اوراقه، اجتماع مع اللاعبين، تحفيز، كلام، مصارحه، كل حاجة في الجيم شغالة، التزام هو ده عنده رقم واحد، وحط 100 خط. وأي حاجة تاني قال للعيبة اللي موجودين: مفيش لعيب مش مصاب أو مش متعور أو عنده كورونا أو مش موجود غير ما هيشارك وياخد فرصة علشان يبقى الحكم عادل. أتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي. بصوا بقى، هقول لكم حاجة، دايما كل حلقة قررت ان انا هعرض اسطوره، يعني في كل حلقه هقدم لكم اسطوره، يطلع اسطوره في مجال كره القدم، يطلع اسطوره في كره اليد زي احمد الاحمر والمجموعه اللي موجوده الرائعه، يطلع في الباسكت، يطلع في الفولي بنات، في الفولي ولاد، يطلع في السكواش زي نور الشربيني ونور الطيب وكل البنات الرائعات اللي موجوده زي الولاد. هقدم لكم اسطوره، وما بقول لفظ اسطوره مش لفظ حد بطل، لا، لفظ حد ادى لعبته سنين كتيره جدا، حد عنده انتماء، حد عنده اخلاص، حد عنده تاريخ كبير. هبتدي النهارده بالرمايه. الرمايه او نادي الصيد هو بيتي، كل الناس عارفه ان انا ابتديت من نادي الصيد. الرمايه في نادي الصيد لعبه كبيره ولعبه اولمبيه ولعبه ليها تاريخ كبير جدا جدا جدا، سنين كتيره على مدار التاريخ وأبطال كتيرة جدا. رماية السيدات هي لعبة صعبة، إن سيدة تمارس الرماية هو شيء صعب جدا، شيء صعب لأن حالة نادرة. دلوقتي ممكن يكون في السيدات وبعد اتجاه الدولة وبعد موقف في السيد الرئيس والحديث والبرلمان المصري ووجود الست بشكل قوي، خلاص بقى في عدد دلوقتي، ولكن زمان كنا نستغرب جدا لو في سيدة برامية أو بتشارك، وممكن نقول إنها بتشارك كده. الأسطورة اللي أنا هعرضها النهاردة هي تاريخ كبير جدا في الرماية، تاريخ أبا عن جد،
منى الهواري. منى الهواري هي رامية نادي الصيد ورامية دولية، أول رامية عربية وأفريقية تشارك في الأولمبياد. أكتر من 40 سنة رماية، أكتر من 25 سنة منتخب مصر. إخلاص كبير جدا لنادي الصيد وإخلاص كبير جدا للعبة بتحبها. اعتزلت واتجهت للتدريب. واحدة بتخدم مجال بتحبه بقالها 45 سنة. أنا شاهد عيان من وأنا صغير على هذه السيدة، على إخلاصها، على أدائها، على أخلاقياتها، على إزاي النهاردة قدرت إن هي تجذب عدد من السيدات ومجموعة من الناشئين لهذه اللعبة. بالنسبة لي أنا في مجال الرماية أو رماية السيدات، فأكيد أكيد أكيد منى الهواري هي أحد أساطير هذه اللعبة، والحقيقة تستاهل أن يكون ليها تاريخ كبير جدا جدا في هذه اللعبة. هنتعرف على الأسطورة منى الهواري ثم فاصل، وبعد الفاصل أحمد عادل عبد المنعم. نجاح منتخب مصر في بطولات العالم للرماية وتأهل للأولمبياد لم يأتي من فراغ. الجيل الحالي لمنتخب مصر للرماية الفائز بالميدالية البرونزية للفرق بكأس العالم هو امتداد لأجيال سابقة من الرماة الكبار، منهم على سبيل المثال لا الحصر منى الهواري. الرامية منى الهواري أول مصرية عربية وإفريقية تشارك في أولمبياد الرماية. لعبت منى الهواري لمنتخب مصر للرماية من عام 1993 حتى اعتزلت اللعبة عام 2012 بعد مشاركتها في أولمبياد لندن. وصلت للمستوى الدولي في الرماية في ثلاثة أنواع رماية خرطوش، وحصلت على 6 ميداليات ذهبية بين إفريقية وعربية، وحققت الإنجاز الأكبر بالتأهل لأولمبياد الصين 2008 كأول مصرية عربية وإفريقية تشارك في الأولمبياد، ثم كررت الإنجاز مرة أخرى بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 لتقرر بعدها الاعتزال الدولي والمحلي. الهواري بعد الاعتزال اتجهت للتدريب، وبات شغلها الشاغل الاهتمام بالنشء وإعداد كوادر قادرة على رفع اسم مصر عاليا في عالم الرماة. سبحان الله، قعدنا كتير جدا نتكلم على حراس المرمى وان احنا عندنا مشكله في مصر في حراسه المرمى. فجاه عندنا الحقيقه زياده كبيره جدا في حراس المرمى الكبار. اكيد احمد عادل عبد المنعم واحد منهم. شرفت حماد، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. تشرف ليا. الله يخليك كابتن. اخبارك كله كويس؟ الحمد لله والله. ضحكت لك السنه دي؟ طبعا احسن. السنه اللي فاتت كانت صعبه قوي عليا بصراحه. كورونا ومشاكل في النادي وبتاع، كانت الدنيا صعبه شويه. في المقصة الكيمياء ما ركبتش؟ والله كانت راكبه في الاول لحد ما ابتدى يحصل فيه حاجات غلط كتير، خلاص الموضوع بقى صعب يعني، ما قفلت بقى معايا خالص في المقصة في الاخر يعني. ليه؟ يعني بص، كلها حاجات بره الكوره، امور ماديه، على شويه كلام اتغير في الاخر في التعاقدات، حسيت ان انا لا خلاص الوضع صعب يعني. حتى لو هم كانوا الموضوع رجع وقعدوا معايا واتكلموا ما كنتش حابب خلاص. انا من النوع اللي انا لما بقفل من مكان خلاص صعب ان انا اكمل يعني. انت قفلت بعد ما مشيت من الاهلي؟ والله بالعكس خالص يعني، انا لما مشيت من الاهلي كنت عامل موسم ونص مع كابتن طلعت يوسف في مصر المقاصه، من احلى مواسم اللي انا لعبت فيها كوره في حياتي. لكن السنة الأخيرة دي كان في مشاكل كتير جدا في النواحي المادية وفي التعاقدية وكلام كتير ولغي كتير. اتظبط بصراحة يعني، هبقى منصف يعني، لما الكابتن إيهاب جلال جه في الآخر الدنيا ظبطت خالص. هو كابتن إيهاب يعني هو حافظ النادي وهو عنده سيستم ماشي، فالدنيا كانت بصراحة كويسة يعني. حتى لما هو جه انا ابتديت العب معاه وكده، وبعد كده اتصبت بقى، فقلت لا خلاص هي كده قافله معايا خالص بقى، مش ماشيه خالص في المقصه يعني. بس بتاخد دايما القرار الصعب يعني. سبحان الله، المقصه فريق
متعود ان هو بينافس وفي حتت كويسه حتى لو بيتاخر احيانا، ولكن الجونه دايما ظروفه صعبه. اخذت القرار انك تروح الجونه، جونه النهارده في المقدمه، بس انت وانت بتاخد القرار كان القرار صعب. كان السنه اللي فاتت بينافس فعلا على الهبوط، بس انا يعني انا بحب الاستقرار دايما، بحس ان انا لما هقعد في مكان هيبقى زي كده، زي ما انا مشيت من النادي الاهلي في منظومه، في كل حاجه بتبقى واضحه، كل حاجه باينه، الكلمه اللي بتتقال هي اللي بتتعمل، بحس ان انا ببقى مستريح، بحس ان المنظومه دي هي دايما بيبقى اقرب للنجاح. السنه اللي فاتت كانوا بيعملوا كل حاجه بس ما كانش في توفيق، يعني الجونه السنه اللي فاتت كل حاجه صح كانت بتتعمل، لكن في الاخر كان التوفيق بقى خلاص غاب بعد الكورونا، ما كانش النتائج سلبيه كتير ورا بعض. فانا كنت حاسس ان السنه دي هم، لما قعدت اتكلمت مع حسام الزناتي، حسام شخصيه محترمه طبعا جدا طبعا، بالظبط، وكادر يعني طبعا طبعا، من 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 الناس المحترمه جدا، وشخص هادي جدا وعنده فكر. فلما قعدت مع حسام والكابتن رضا شحاته وحصري، بصراحه حسيت ان انا، لا انا حاسس ان انا هرجع للاستقرار اللي انا كنت عايزه. ان انا لما مشيت من النادي الاهلي، خلي بالك يا كابتن سيف، انا لما مشيت من النادي الاهلي كنت عايز العب افريقيا في مصر المقصر، لان كانوا مفنشين مع كابتن ايهاب جلال تاني دوري، فكانوا افريقيا، فانا ده كان طموحي ان انا همشي هروح المقصر هلعب افريقيا. فابتدت واحده واحده الدنيا في المقصر مش على نفس طموحي، فلا كان لازم اخد القرار ان انا امشي. حسيت الجونه فعلا، كان رؤيتي ان الجونه قريب جدا للنادي الاهلي في الاستقرار وكمنظومه واداريا وكل حاجه متوفره، بيتاخروش على الفريق في حاجه، عايزين الفريق ينجح. سمعت تصريحك ده كويس؟ سمعت ايه؟ سمعت تصريحك ده كويس دلوقتي؟ طبعا طبعا، ان الجونه قريب من النادي الاهلي. طبعا قريب جدا جدا، انا كفريق لا، في استاد، النواحي الماديه ما فيش حاجه بتتاخر، كل حاجه، جهاز طبي، جهاز فني، اداريا، لا كل حاجه، سيستم قوي. بس انت بتقارن بحاجه جداً كبيره. لا انا قلت قريب، ما هو لازم برضو الواحد يكون واقعي، حتى لو قريب يعني ده شهاده قويه يعني. بالظبط بالظبط، لا شهاده. وانا يعني خلي بالك، انا كابتن سيف مش من النوع اللي انا لما بقول حاجه عشان انا موجود في المكان دوت، لا بالعكس خالص. يعني حتى زمايلي اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت من اللي انا عشرتهم في النادي الاهلي وكده، نفس الكلام بيتقال. فلكن لما انا بقى دخلت جوه المنظومه ديت وابتديت اتعامل، لا شفت حاجات كتير بجد، مواقف. لا يعني مثلا لما لعبت اول ماتشين وبعد كده تعبت، جالي كورونا، لا النادي كله واقف في مستشفى الجونه، تحس انها بتاعتي، تحت امري في اي حاجه، في حصاد بتاع الكلام ده ما لقيتوش لما مشيت من النادي الاهلي. مش هضحك عليك يعني، لما كنت في المقصه كنت بعمل اشاعه على حسابي، فما ما يعني كانت الدنيا بعيد جدا في نواحي كل حاجه. يعني انا لو قعدت لك حاجه كده يعني، لا الدنيا كانت صعبه. لو رجع بيك الزمن في الاهلي تمشي؟ تمشي، لان انا خلي بالك، انا كان بالنسبه لي، انا فاكر اليوم اللي انا مشيت فيه من النادي الاهلي، كان كابتن حسام البدري هو المدير الفني، وكابتن طارق سليمان مدرب الحراس، وبعدين انا قعدت مع الناس مصر المقصه، سمعت منهم الكلام، وبعد كده اخدت القرار، رحت قلت لكابتن حسام انا عايز امشي. فهو استغرب، لان هو كان برضو في الفتره دي كان اعتمد عليا في بعض الماتشات، كان الشناوي بيلعب وفي كذا ماتش اتصاب، وانا لعبت في الفتره دي. يعني انا فاكر ان انا قبل ما امشي على طول كنت لعبت 4 ماتشات، لعبت سموحه، لعبت طنطا، لعبت نادي النصر، ولعبت ماتش اتلتيكو مدريد اللي كان الودي، فلاعب وهو حاططني في الصوره، اي حاجه بتحصل انا موجود. وهو ما كانش حابب ان انا امشي بصراحه، يعني شهاده لله كابتن حسام بدري ما كانش حابب ان انا امشي خالص. والشناوي معاك، كنت انت متوقع انه يوصل لكده؟ مش هضحك عليك، لا ما كنتش متوقع ان هو الطفره دي. بس هو في عوامل نجاح هو كلها متوفره عنده، من اول الموهبه طبعا، محمد شناوي جم موهوب، ولا عند النادي الاهلي؟ لا عند الاثنين، عند الاثنين، فبيتلاقوا في حته واحده، موهبه مع امكانيات النادي والمسانده الجماهيريه ومسانده النادي نفسه، كابتنه الفريق دي حاجه جامده جدا، كابتنه النادي الاهلي دي حاجه يعني شرف لاي حد. لو اخذت نفس الفرصه انت؟ يعني كنت اتمنى ان انا اخد فرصه كامله. لو اخذت نفس الفرصه الكامله توصلت لكده؟ لو في توفيق طبعا اوصل كده، لان انا والشناوي خلي بالك، انا ومحمد شناوي جيل واحد، وكنا طالعين مع بعض وخدنا نفس الفرصه، وانا كملت في الاهلي وهو لعب بره وبعد كده رجع تاني.
بس في الاخر انا بقول الحمد لله. وخلي بالك يا سيف انا دايما ببقى راضي باللي انا وصلت له. كنت تتوقع ان الشناوي قعد شريف؟ لا انا ما كنتش متوقع ان شريف يقعد، لان خلي بالك كابتن الشناوي لما جه ايام مارتن يول ما كانش واحد ولا اتنين، يعني ما كانش رقم واحد ولا اتنين مع تلات. مارتن يول كان رقم ثلاثة. ولما جه كابتن حسام البدري بقى شريف رقم واحد، واحمد عادل والشناوي بيبدله في الاحتياطي. بعد كده لما حصل دروب في افريقيا مع كابتن حسام، كابتن حسام اعتمد على شناوي وبقت انا رقم اتنين وشريف بعد. فهي كانت الفتره دي كله بيدور، لكن ما فيش واحد اللي هو رقم واحد ده ما كانتش موجوده غير في السنين اللي فاتت بقى، من اول سنه 2017 لحد وقتنا هذا. الشناوي بقى ما شاء الله تالق بقى، تالق وخد ثقه وبطولات فعشان كده بقول لك هم النادي الاهلي والشناوي تلاقوا في حته واحده. انت جربت رقم اتنين في النادي الاهلي وجربت انك بتلعب بره النادي الاهلي وبتتالق وماشي بشكل رائع. احيانا الناس اصحاب مدرسه يقولوا اهم حاجه اللعب، اللعب ده الحياه للاعب لحارس المرمى. واحيانا الناس ثانيه تقولوا لو رقم اتنين في الاهلي ابرك الملعب بره. بص انا عشان يعني ممكن اجابتي تبقى دبلوماسيه شويه، لان انا لعبت في النادي الاهلي طول عمري، يعني انا من سنه 98 لحد 2017 انا في النادي الاهلي. صح. وخروجي من النادي الاهلي كان صعب، يعني كنفسيا قعدت لا فتره كبيره بفكر ازاي اخرج من النادي الاهلي، عايز العب. فانا بالنسبه لي رقم اتنين او ثلاثة في النادي الاهلي ده شرف بالنسبه لي انا كاحمد عادل. يعني انت لو جات لك الفرصه تبقى رقم اتنين في الاهلي او تلعب بره في نادي وتتالق تبقى اتنين في الاهلي؟ لا انا بقول لك انا هبقى حابب ده، ما عنديش يعني ما عنديش الضغينه ان انا قاعد متضايق، لا انا قاعد ومبسوط. لكن بالنسبه لي لكن لو فرصه لا العب، لا العب طبعا اللعب. اللعب انا اصل انا لو فكرت كده يبقى انا اصلا ما استاهلش ابقى موجود في النادي الاهلي. يعني انا لو فكرت ان انا الله انا قاعد رقم اتنين وفرحان وباخد فلوس ومبسوط والاعلام بيتكلم والدنيا والجمهور بيحبني، لا طبعا ابقى انا ما استاهلش ان انا اقعد في النادي الاهلي اصلا. بس لان انا اللي خلاني امشي النادي الاهلي ان انا جيت وقت من الاوقات حسيت ان انا دوري بعد، فقلت لا بس خلاص انا كده لازم العب بقى. طيب يعني عايز اعرف شعورك بغض النظر عن الاسامي اللي موجوده، لو انت احتياطي محمد الشناوي كويس ومحمد الشناوي بيأدي بالاداء ده ولا قدر الله مثلا جاله اجهاد جه حاجه فريح محمد الشناوي، بتبقى نازل عامل ازاي والناس بتحطك في مقارنه كبيره جدا وانت بيبقى لك فتره كبيره ما بتلعبش؟ تمام. انا بص يا كابتن هقول لك حاجه، حصل لي نفس الموقف مع شريف اكرامي، فترات كان شريف بيبقى بيلعب وفجاه بلاقي نفسي بلعب نهائي افريقيا بس. يعني شريف ماشي طول البطوله وبعد كده بيحصل له اصابه كبيره فبلعب انا نهائي افريقيا كونفدراليه والاستاد فيه وانت عندك اصابه كمان بالظبط 60,000 و70,000 متفرج بالظبط. انا متعود على الضغط لان انا من ولاد النادي، انا كنت بلعب وانا عندي 10 سنين على بطوله 11 سنه بطوله بس بتنزل بتحس الناس هتقارني بحد لعب 70 80 ماتش؟ بص عمري ما فكرت في كده بامانه، وده كان سبب نجاحي لما كنت ببقى بعيد خالص وبرجع العب وابقى وادي بشكل كويس، ان انا دايما ما كنتش ببص لفلان هيقارني بايه، بالعكس كنت دايما بتمرن دايما بجتهد. حتى يعني دايما كابتن طارق سليمان يقول لي انت ربنا هيكرمك في اي مكان في الاهلي او في اي مكان بتمرينك ده، ما شفتش في حياتي حد بيتمرن بالطريقه دي. انا عارف قيمه النادي اللي انا فيه اللي انا كنت فيه نادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه كبيره، لازم الواحد دايما يبقى عارف هو فين بيعمل ايه، لازم يقدر الكيان، لازم يقدر الجمهور، لازم يقدر النعمه اللي ربنا اداها له ان هو يكون موجود جوه النادي الاهلي. عندك كام سنه؟ انا 33 سنه. 33 ممكن تلعب في الاهلي؟ كل شيء وارد. انا من ولاد في الزمن اللي احنا فيه ده في حراسه المرمى يبقى انت لسه صغير. طبعا. انا بص كل شيء وارد، وانا امنيه من امنيات حياتي ان انا ارجع النادي الاهلي، لكن في الاخر برضو الواحد لازم يبقى عقلاني، لازم يفكر. انا زي ما حضرتك بقول لحضرتك 33 سنه غير لما يبقى عندي 20 سنه. جالك الزمالك وقت من الاوقات؟ جالك الزمالك؟ جالي نادي الزمالك وقعدت مع من وانا بس وانا في المقصه مش وانا في الاهلي. وانا في المقصه جالي نادي الزمالك وقعدت مع احمد مرتضى. وبس كانت قاعده وديه جدا. فلوس كويسه كانت؟ يعني احنا ما اتطرقناش للفلوس بصراحه. يعني هو الفكره كلها انت عندك استعداد تيجي طيب نقعد، كان الوكيل بتاعي هو اللي بيتكلم. كان عندك يعني استعداد؟ لا يعني الفكره اتعرضت لكن لما جه وقت طب ايه رايك بتاع لا انا ما قدرتش، حسيت الموضوع صعب يعني ما لا 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 جمهور الزمالك هيتقبلني ولا انا هتقبل فكره ان انا العب في حته يعني
كان منافس النادي الاهلي، كان الموضوع صعب من ناحيتين يعني، كان هيبقى انا كنت حاسس ان انا لا هفشل في يعني لو اخذت الكارد ده كان هيبقى في فشل مش هيبقى في نجاح يعني مع اول مثلا لو رحت واول غلطه انا كنت حاسبها كده، لا ما حدش هيتقبلني ولا انا كنت هعرف اروح يعني ما كنتش هعرف العب كنتش، فما كانتش راكبه. انت قعدت ليه لو انت رافض ولا كنت عايز؟ لا هو لا لا اقعد عادي ايه المشكله ده اصلا يعني كان عندك قابليه انك تسمع ولا اسمع؟ اه تسمع اسمع. لو الفلوس وخلي بالك نادي الزمالك نادي كبير. ما سمعتش انت الاخيره دي؟ لا ما بقول لك لو الفلوس كترت قوي يبقى ماشي. لا ملهاش علاقه. لا والله يعني وكيلي كان قاعد معايا حي يرزق ميدو حزين. انت الموضوع ده عامل لك ستريس ليه عادي مش مهم بص نلغيه؟ لا بالعكس خالص، لا بالعكس خالص انا انا ده انا ببسط لما يعني لما نادي الزمالك يفكر في وقت من الاوقات ان هو ميدو شخصيه محترم. بالظبط. لما وقت نادي الزمالك يفكر وقت من الاوقات ممكن احمد عادل يكون موجود، دي ده شرف لاي حد. نادي الزمالك نادي كبير. مش من الاهلي؟ لا مش صعبان على نفسي خالص. ليه؟ هقول لك ليه يا كابتن. لان انا اللي مشيت النادي. النادي ما كانش عايز يفرط فيا، وكابتن حسام بدري ما كانش عايز يمشيني. لا ما انا ما قلتش انت متضايق من النادي، بقول لك صعبان عليك نفسك انت. صعبان على نفسي لان انا في وقت من الاوقات كنت ببقى ماشي كويس قوي وكنت برجع اقعد من غير سبب، يعني ما كنتش ببقى عارف ايه السبب. وفي نفس الوقت من حب للنادي ما كنتش بقدر اتكلم. يعني ما كنتش بقدر اعمل مشاكل، ما كنتش اقدر ان انا يا جماعه طب انا ما بلعبش ليه حتى لما كنت بطلب كنت بطلب بادب يعني. كنت بحس ان انا ايه، لا ما ينفعش اعمل مشكله، مش انا اللي اعمل مشكله. مش واحد بيحب النادي ومتربي في النادي هو اللي عامل مشكله. بس ده المفروض انا لو حد بيعمل مشكله انا اللي الم. لان انا كمان يعني قبل ما امشي كان عندي حوالي 30 سنه، ماشي بقالي 3 سنين، فكان عندي فخلاص من الناس الكبيره في الفرقه. فما ينفعش ان انا اعمل مشكله. بس لما حسيت ان الموضوع خلاص قفل بالنسبه لي وكان لازم اخد القرار ان انا العب، لا بكل ادب وبصراحه يعني الناس قالت لي اللي انت عايزه احنا هنعمله لك، كابتن علاء عبد الصادق وكابتن حسام وكل الناس بصراحه. هطلع فاصل بس عايز منك جمله واحده بس رد في السؤال ده. اسهل لك كنت تلعب مع شريف ولا تلعب مع الشناوي؟ رد ونرجع نشرحه. اسهل لك مين فيهم؟ اسهل لي؟ مفيش حاجه، دي فنيات يعني ما فيهاش فني. لا يعني شريف كان ممكن العب. شريف كان ممكن تلعب. شريف. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. بيه وبأي إنجاز حققه، ومش بس في حياته الكروية، في حياته العامة عامة، وعلى المستوى الإنساني كمان أنا فخورة بيه، وحاسة أن أنا خلفت راجل وسند وأخ وصديق، وحاسة كمان أن يعني لما بشوف حب الناس ليه دي حاجة بتسعدني قوي قوي قوي، وببقى فخورة ان انا مامة احمد، وبقول له كمل يا احمد وان شاء الله هتوصل لحلمك اللي انت بتحلمه وبتتمناه، وانا كمان بتمناه معاك. احمد مثل الاعلى، وافضل فتراته اعتقد فتراته كتير، كان عمل فترات كتير حلوة يعني في اخر موسمين في مصر المقصة، مش الموسم اللي فات اللي قبله، كان عامل موسم هايل وكان خلاص رايح المنتخب مع كابتن ايمن طاهر. يعني انا شايف ان الموسم ده كان موسم استثنائي فيه ان هو عمل كلين شيت كتير، كان عامل تقريبا 15 او 16، كان عامل رقم كويس يعني، فهو ده كان موسم مميز ليه قوي، ده انا كنت متابعه. بيعشق الاهلي ولما جه يمشي انا يعني بصراحه ما خدتش معاه القرار، هو خده لوحده، خد القرار لوحده وانا قلت له انا بدعمك في اي قرار بتاخده اللي انت حاسس ان انت هو ده القرار المظبوط، احنا كلنا بندعم فيه، بس هو القرار بيبقى قراره يعني. هو كان نفسه يلعب لكن حبه للاهلي في دم. ما عادش بيتظلم في الاهلي، هو كان ممكن المفروض في وقت من الاوقات ياخد فرص زياده، بس ما اعتقدش ان يعني كلمه ظلم دي كبيره قوي يعني. يعني ظلم دي كلمه شامله قوي، من معامله وقله لعب وحاجات كتير قوي، الكلمه بعتبرها شامله، فكلمه كبيره جدا. لكن ظلم كان ممكن ياخد فرص اكتر ويستحقها اكتر في اوقات كتير، وياخد فرص ولما لعب وكان كويس كان المفروض يكمل. عمره لا ما زعلني ابدا ابدا، دايما نور عين. انت جون كبير، واتمنى لك التوفيق في الفتره الجايه، وان شاء الله منتخب مصر هتروحه وهتحقق كل اللي انت عايزه ان شاء الله، وانا في ظهرك ودعمك ودايما في ظهر بعض كده. كمل لغايه ما توصل لحلمك.
استمر واحنا كلنا بندعمك. الوالدة راضية جامد. ده مفاجأة، ده ما كنتش أعرف. اه ما كنتش أعرف إنهم مسجلين. بالمناسبة بقى كل سنة وهي طيبة بعد ميلادها النهاردة. يا رب ربنا يخليها لك عقبال 100 سنة يا رب. دي هي الخير والبركة وأنا ماشي بدعائها بصراحة، ويعني جت الفرصة بقى اللي أنا أديها حقها مرة بقى. يعني أنا والدي أبويا الله يرحمه مات وأنا عندي 14 سنة، وهي بصراحة اللي وقفت بينا كلنا، أنا وإخواتي بنتين وعمر كان عنده سنة ساعتها لسه صغير، وبجد يعني كانت سند وظهر لينا كلنا. هي ست ب100 راجل، وانا اللي فخور ان انا ابنها بصراحة. انت مالكش صور في البيت ده؟ ده هو صور ابويا الله يرحمه وعمر بس. انا شايف عمر ماليش اي صور. مفيش خلاص. ما انا اتجوزت بقى فهي تاخد صور وانت ماشي. ايوه. قالت كمل لحد ما تحقق حلمك. ايه هو؟ خلاص بقى مش مشكله. هي عارفه وانا عارفه. طب ما احنا انا عايز اعرفه مش هقول لحد. انا حلمي ان انا كنت اطلع من النادي الاهلي وارجع له تاني. هو ده كان حلمي بجد. ترجع للاهلي؟ طبعا ده حلم وافضل احلمه لحد اخر يوم ليا في الملعب، وبعد كده احلم ان انا اشتغل جوه النادي الاهلي، لان انا ده كيان كبير انا بنتمي ليه طول عمري. ما شفتش في حياتي خير غير من المكان ده، فهفضل مدين بالفضل للنادي الاهلي. مع احترامي لاي مكان هبقى موجود فيه هبقى بخلص له وبحبه، لكن النادي الاهلي حبه الاول والاخير بالنسبه لي. ليه قررت الرحيل من النادي الاهلي طالما ان انت شعورك كله اهلي احمر كده؟ ما كنت قعدت؟ لا خلاص، كان بالنسبه لي في وقت من الاوقات كده بتضلم. انا بالنسبه لي كانت ضلمت في الوقت ده. انا فاكر يعني انا فاكر كابتن طارق سلمان زعل مني، امي زعلت مني، كل الناس زعلت مني ان انا خدت القرار لوحدي. الوالده قالت لك ما تمشيش؟ لا، هي اتفاجئت بقراري، مش ما قالتليش ما تمشيش، هي اتفاجئت. انا ما قلتش لحد ان انا همشي. طب ما اتفاجئت قالت لك ايه؟ لا، قالت لي انا معاك، دعمك في اي قرار هتاخده، بس فكر كويس، لان انا عارف ان انت متعلق بالنادي الاهلي. ف القرار ان انت تاخده وانت تمشي ده بالنسبه لك هيترتب عليه حاجات كتير بعد كده، فلازم يعني فكر كويس، وانا في الاخر معاك. بس هم زعلوا مني ان انا خدت القرار ومحدش كان يعرف. يعني حتى كابتن طارق سليمان اتفاجئ وانا داخل لكابتن حسام البدري الاوضه بقول له انا عايز امشي. كابتن طارق يومين بيمرني ويومين بيكلمني ومع بعض على طول. فالاولى تيجي تتكلم معايا. فهو يعني حتى كلامه ليا بعد ما مشيت بقى وخلاص، وساعات بتمرن مع بره، ساعات بكلمه، ساعات بنخرج، بيقول لي انت لو كنت كلمتني كنت هقعد وههديك، لان انت ما كانش ينفع تمشي. لكن ان انت تخش فجاه الاوضه قدام الجهاز الفني كله، يا جماعه انا واخد قرار انا عايز امشي، ولو سمحت ساعدوني في القرار دوت، خلاص انا مش هقدر اعمل لك حاجه. بس زعل بقى، يعني فضل 3 ايام قبل ما امشي وانا بتمرن معاه ما بيكلمنيش، ما قاطعني، ما بيتكلمش معايا، وشوط على الكوره ما يتكلمش معايا وخالص. يعني كان زعلان بجد. لو رجع الزمن تاخد نفس القرار؟ هاخد نفس القرار. نرجع بعد الفاصل نشوف ايه القرارات اللي هياخدها تاني. نرجع نتكلم شويه بقى على المنتخب الوطني، واسئله سريعه بقى، اسئله سريعه يعني اسالك ترد عليا، ما تاخدش ربع ساعه تفكر. ماشي. مع بعضينا في السهل يعني. ما انا جاي العب السهل النهارده. مين الحارس الاول منتخب مصر؟ محمد الشناوي. الحارس الثاني؟ لا يعني ما هو بقى دي مش تفكير والله، بس يعني وجهه نظر، متغيرات. كان المفروض ابو جبل. دلوقتي؟ فدلوقتي هو ما بيلعبش، فهل هو هيبقى موجود ولا مش موجود؟ ما دي بقى ترجع للجهاز الفني. احمد عدا عبد المنعم يستحق انه يكون في المنتخب؟ لا لسه، الكورونا بعدتني. انا معترف يعني انا ما بقاليش 3 ماتشات دلوقتي بالظبط، رجعت من ساعه ما رجعت من الكورونا لعبت 3 ماتشات متواصل يعني ورا بعض. فلا لسه. المنافسه بينك وبين مين من وجهه نظرك؟ يعني ما تقعد تفكر كده تقول ده بعيد عني، ده انا اقدر انا وهو. لا والله انا ارجع، انا حاطط تارجت لنفسي، وبصراحه الناس في النادي يعني في ظهري ومساندني، الكابتن رضا شحاته وكابتن عقباوي والجهاز الفني والاداري كلهم
الناس كلها مسنداني، لا انا لازم ابقى في المنتخب السنه دي، يعني مش هتعدي السنه ان شاء الله لما اكون متواجد في المنتخب ان شاء الله بمستوايا وبتعبي. مين جواك اللي تقعد له احتياطي بس وتبقى مستريح؟ انا ما عنديش على فكره من جوايا ضغينه يعني ان انا اقعد لحد. لا ضغينه، دي امور فنيه يعني. لا يعني لا بالعكس، لو في حد احسن مني اقعد له ما فيش مشكله، بس انا بشقى واتعب عشان ما بقاش يعني ما بقاش رقم اتنين، انا عايز ابقى رقم واحد، وخروجي من الاهلي كان عشان ابقى رقم واحد، فمش طبيعي ان انا هبقى قاعد في مكان هبقى رقم اتنين تاني. ده هتبقى صعبه. ممكن الحارس المرمى المنتخب الوطن يبقى من حته غير الاهلي والزمالك ولا صعب؟ صعب صعب. قولا واحدا. قولا واحدا صعب. ليه؟ لا حاجات كتير، اولا في عوامل ضغط جماهيري، في عوامل برضو عشان الحق يتقال الانديه الاهلي والزمالك بيلعب افريقيا دايما، فدايما بيبقى الجون عنده افضليه، جون الاهلي والزمالك عنده افضليه ان هو بيلعب افريقيا ودوري وكاس، بيبقى يعني في البطولات بيبقى مشاركته اكتر. الاهلي محظوظ اكتر في المكان ده ولا الزمالك؟ والله الاثنين بصراحه عندهم حراس جامدين جدا. لا في المنتخب يعني. في المنتخب الاهلي. الاهلي. الاهلي محظوظ اكتر في المنتخب يعني، من اول طبعا كابتن ثابت البطل اللي انا قبل كده طبعا مش عارف يعني، بس طبعا كابتن ثابت البطل كابتن اكرامي وبعد كده كابتن شوبير. شفته انت حضري. في التاريخ مصري يعني. مصري شفته واتفرجت عليه يعني. انت هو ده مثلا. انا بحب كابتن اكرامي جدا، بس إكرامي. طبعا اللي انا شفته الحضري. حضري. لكن انا يعني انا بحب كابتن اكرامي واتفرجت له حاجات بس مش كتير يعني. يعني عشان السن وكده كان ما لحقتش. السؤال اللي جاي ده اجابته ما فيهاش تفكير. تمام. تاريخ الحضري مع اداء الشناوي دلوقتي يقدر يوصل ولا المسافه بعيده؟ لا المسافه بعيده. المسافه بعيده. نرجع بعد الفاصل. اما ما بيفكرش بيطلع حاجات كويسه جدا، اما بياخد جزء يفكر بيبوظ السؤال. نرجع بعد الفاصل. السؤال اللي كل الناس احيانا تفكر فيه، هو الجواز مفيد للاعب؟ استقرار. فادك؟ جدا. جوز انت عندك كام سنه؟ 29. 29. ما انا ما اقدرش اقول غير كده. دي ما فيهاش تفكير. اتجوزت وانت عندك 29 سنه؟ وخطبت؟ خطبت حوالي 6 شهور واتجوزت على طول. على طول؟ يعني أنا ربنا رزقني الحمد لله يعني بزوجة مريحاني جدا الحمد لله، بتخاف عليا وتربي لي عيالي كويس، إنسانة يعني بص الحمد لله يعني أنا ربنا رزقني براحتك عشان تعرف تروح ما يهمكش. أنا معاك. فربنا الحمد لله رزقني يعني بأحلى إنسانة في الدنيا بجد. لا والله بجد مش نفاق يعني فعلا. الراحة النفسية كلها وهي بتبقى موجودة معايا هي والأولاد، ده بالنسبة لي الحياة يعني ما أقدرش أبعد عنهم. ماشي يلا مصر ماشي يلا هلعب. لا هي هي بصراحة يعني هي زوجة متفاهمة جدا، عارف اللي هو الستات اللي هما زي أمهاتنا اللي هو إيه، مش هقول لها أنا هلا مسافر هشتغل بره تقول لك لا أنا مش جاي معاك مش دعوة، لا مفيش الكلام ده. معايا رجلها مطرح ما أنا موجودة هي معايا بصراحة يعني، فهي أنا ربنا رزقني بأحسن حاجة في الدنيا بصراحة. احنا بكره نخلص ان شاء الله البرنامج بكره الصبح في الجونه انا وهي ان شاء الله. يا رب بالسلامه ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. الجونه بقى نادي الجونه. ولا الجونه الخروجات؟ لا الجونه نادي الجونه مالناش دعوه بالخروجات. لا نادي الجونه انا الحمد انا بحمد ربنا على وجودي في نادي الجونه مع الجهاز الفني اللي موجود، جهاز فني محترم جدا، معايا زمايلي بصراحه ناس مؤدبه وناس بتاعه شغل وعايزه تعمل حاجه السنه دي لنفسها ولنادي الجونه. والاداره بصراحه زي ما قلت لحضرتك في اول البرنامج يعني ما بيبخلوش على الفريق باي حاجه، اي طلبات للجهاز الفني او اللعيبه بصراحه مجابه على طول، بيدوروا على سبل الراحه كلها وبتتعمل. فانا بحمد ربنا على وجودي في نادي الجونه السنه دي، وبتمنى ان انا استمر معاهم الفتره الجايه وادي بشكل كويس واكون عنده حسن ظنهم. رضا شحاته مدرب كبير. طبعا، وعنده فكر يعني فكر محترم، عايز يلعب كوره وبيعلم اللعيبه شغل تاكتيك والحمد لله النتائج الفتره اللي فاتت مساعداه اللي هو يادي بالشكل اللي هو عايزه يعني.
هو قالها صريحه، قال لك انا لو مش هلعب كوره مش هكمل في النادي، انا عايز العب كوره ومش عايز العب جو التطفيش وجو الدوري، لا انا عايز العب حاجه مختلفه. وطبق سياسته دي، احنا اغلبيه اهدافنا كلها جايه من التحضير من ورا وبنطلع بالهجمه، فلا هو شغله باين بصراحه مع فرقه الجونه. يعني بقى الترند الجديد ان كله عايز يبتدي من تحت، كله عايز يلعب كوره، كله عايز يلعب على الارض. هو يعني هو لما اتكلم معانا كابتن رضا قال لك ان احنا لما بنشوط الكوره قدام كور طويله هي كده بتترد، بياخدوها ويعملوا علينا هجمه، فاحنا ليه نخسر الكوره ولازم نبتدي من تحت، واحنا عندنا امكانيات اللعيبه ان هي تأدي بالفكر اللي هو عايزه، وبنلعب كوره، واحنا لما بنلعب كوره كويسه بيبقى شكلنا كويس وبنوصل للجون. فهو هو مقتنع جدا ان احنا لازم نلعب كوره، ويعني هو يعني هو شارب جدا في القرار دوت، ان هو قال لك انا لو مش هلعب كوره كوره كويسه، كوره من تحت، كوره على الارض، مش جو تطفيش، انا مش هكمل في، يعني هو واضح. فدي طبعا ميزه، يعني ميزه مش كل المدربين تقدر تاخد الريسك ويبقى عندها الشخصيه القويه اللي هي تلعب الكوره من تحت دي. من وجهه نظرك بخبره السنين، مين الافضل لحراسه مرمى نادي الزمالك دلوقتي، ابو جبل ولا جنش؟ والله يا كابتن بص، يعني الاثنين جوان كبار وكده، وانا لما شايف ان ابو جبل لما كان بيلعب بصراحه يعني كان في تطور في ادائه غير طبيعي، واول مره اشوف ابو جبل بيلعب بقاله سنين انبي وسموحه وزمالك ورجع تاني مشي وراح سموحه، لا في طفره في ادائه ملحوظه جدا. وطبعا جنش لسه كان مصاب ولسه راجع. يعني الافضل مين؟ الاثنين كويسين، ما اقدرش اقول لا أفضل. الافضل ان يقف دلوقتي مين من وجهه نظرك؟ لا سؤال صعب، يعني انا ما اقدرش اجاوب عليه، سؤال صعب يعني الاثنين بصراحه. طب مين الاجهز من وجهه نظرك؟ الاجهز كان ابو جبل. ابو جبل يعني الاجهز ان هو يقف ابو جبل؟ لا لكن لا انا ما اقدرش لا ابو جبل كان اجهز لانه كان بيلعب، لكن جنش لو بيلعب ويؤدي بشكل كويس يعني دي حاجه انا ما اقدرش اخش في تفاصيلها، صعب بعيد، انا رفعت ايدي. نرجع تاني نكمل، مش هنسيبه، نرجع تاني. افضل حارس في العالم من وجهه نظرك مين؟ نوير. نوير طبعا. مثلك الاعلى ده بحب اتفرج عليه جدا، مبدع وزي ما بتقولوا كده بره الصندوق كده، تلاقيه في حته تانية خالص في ادائه. بعض الناس قارنوا الشناوي بنوير، يعني مقارنه ظالمه، نوير في حته تانية خالص، يعني ما ينفعش حد يقارن، لكن الشناوي جون كبير وقيمه كبيره ورقم واحد في مصر، وهو كمان رقم واحد في افريقيا، لكن نوير في حته تانية خالص غير بقيه اجوان العالم كلها، يعني مش حد معين، لا لا نوير في حته تانية، يعني حطه كده وسيب 10 اماكن فاضيين وبعد كده حط اي حد تاني بعديه. مين المهاجم اللي كنت دايما تشغل بالك بيه وانت بتلعب في الاهلي؟ وانا بلعب في الاهلي ممكن انطوي لما كان في الاسماعيلي شويه، ولما راح المقصه برضو انطوي من الناس اللي كانت خطر قوي لما كان صغير لا كان مقلق. يعني مين المدافعين اللي وهم معاك قدامك تبقى انت مستريح؟ والله في ناس كتير، في يعني مش عايز انسى حد يعني، بس طبعا كابتن وائل جمعه طبعا لعبت معاه كتير، ويعني وده شرف ليا ان انا لعبت مع كابتن وائل جمعه، طبعا بيطمن، وحجازي وسعد ومودي في المقصه بصراحه، يعني من الناس اللي مش واخده حقها خالص احمد مودي، لا لعيب جامد جدا ويستاهل يكون في حته احسن بكتير. يعني افضل مهاجم في الاهلي دلوقتي مين؟ انا بس في نقطه اللي هي بتاعه وولتر لعيب كويس قوي يا جماعه، بس يعني هو مضغوط شويه، يعني انا لعبت معاه في الجونه لا عنده امكانيات جباره، وولتر بواليا عنده امكانيات جباره، لكن هو لسه ما تأقلمش، ممكن اتضغط شويه لما لعب في البدايه على طول، لكن هو لا. مروان محسن طبعا يعني لعيب كويس جدا، وفيرود له قيمه، وهو برده بالظبط يعني محتاج برده فرصه ومحتاج. احسنهم مين؟
يعني الفروقات مش بعيدة بصراحة، يعني الفروقات مش بعيدة كلهم يعني قريبين من بعض. مين أفضل واحد فيهم؟ مين يلعب من وجهة نظرك؟ دلوقتي مروان. 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 أفضلهم. أفضلهم بصراحة يعني. وولتر لو فايق طبعا لا إمكانيات جبارة، لكن هو المشكلة إن وولتر لسه أنا حاسس إن هو بعيد مش زي ما كان في الجونة خالص. بتشوف ازاي الصفقات الاخيره لنادي بيراميدز وهي بتاخد لعيبه مثلا من الاهلي ولعيب بياخد الاهلي يروح بيراميدز، هل ده ممكن لو انت مرغوب في النادي الاهلي في يوم من الايام تروح مثلا نادي زي بيراميدز، ولا امور بالنسبه لك تبقى صعبه؟ كاحمد يعني ولا كعامه كلعيب؟ لا لو كلعيب ده احنا في عصر احتراف اللعيب بيروح في اي حته، بس هي بتفرق بقى كشخصيه كل واحد بيحسبها حسبته بقى. احيانا يقولوا الاهلي يسوى فلوس، واحيانا يقولوا ده احتراف. لا مش احيانا، هو الاهلي يسوى فلوس على طول يعني مش احيانا. ما انت قلت دلوقتي ده احتراف يعني. احتراف طبعا، عرض وطلب وكل واحد على حسب دماغه. يعني في حد ممكن يجي له ناديين فيختار نادي غير التاني. بتشوف المقابل المادي ممكن ساعات يغير دماغك؟ يعني انت مثلا مش عايز تروح الزمالك، لو شفت النهارده ارقام 30 40 مليون رقم كبير ما اتحطتش في الوضع ده؟ لو اتحطيت مش عارف يعني مش انا ما اتحطتش في الوضع ده بصراحه، مش هكذب عليك يعني. لكن لو اتحطيت اصل كلنا بنلعب عشان الفلوس. يعني ما اللي يطلع يقول لك انا بلعب لا اصل ده اكل عيشنا، معلش انا لو ما بقبضش من النادي اللي انا فيه ما انا هصرف منين؟ ما ده ما يعني ما حدش هيضحك عليك ويقول لك انا بلعب عشان خاطر النادي. بحب النادي بحب النادي لكن في الاخر ده اكل عيشي. يعني انا مشيت من النادي الاهلي دلوقتي هبطل كوره؟ ما انا لازم اشوف اكل عيشي في حته ثانيه. اذا في يوم من الايام لو الزمالك عرض عليك مبلغ كبير ممكن تروح، هنا ممكن تفكر بقى على حسب. ما انا ما اتحطيتش في الموقف، انا قصدي لو حطيت يعني، يعني الارقام الكبيره بتغير التفكير مش عيب عادي، ايه القصه سهله. ما اتحطيتش في الموقف انا ده. بقول لو، وانا قلت لو حاجة. ايوه ما فيش حد ما بيحبش الفلوس بس خلاص سهله، لكن لو اتحطيت يعني انا اتحطيت في موقف الفلوس تغير اتجاهات طبيعي يعني مش دايما والله مش دايما أحيانا. بس مش دايما بس لو كترت قوي تجنن برافو عليك، هي تجنن. احترم شجاعتك تجنن. يعني لو سمعت ال 30 40 بيتهيألي فوقوني. طب ما يمكن اكون انا معايا 30 40 فما يفوقونيش، ممكن يكون بالنسبه لي 60 70 اكتر. ما هو ممكن يبقى معاه 30 40 بس لو شاف 30 40 تانيين يبقوا هنا معاه 80. حلو، فالقصه تبقى في البنك دول يعملوا شغل جامد. خلاص بقى انا عم المنطقه براحتي. شرفتنا يا حماده. ربنا يخليك يا كابتن سيف، انا اللي مبسوط اني كنت معاك. شرف ليا. ربنا يا رب يحقق كل احلامك وطموحاتك ويخلي لك الوالده ان شاء الله باذن الله زوجتك والولاد، وربنا ان شاء الله يوفقك والمره الجايه تكون حققت جزء من احلامك والمنتخب ان شاء الله. يا رب يا رب يا كابتن. انا كنت مبسوط جدا ان انا كنت معاك والله، وانا ببقى سعيد لما بتكلم مع حد بيبقى فاهم في الكوره وبيبقى قريب مننا. فمتشكر جدا انا كنت معاك النهارده. بتتابع السوشيال ميديا كويس؟ ها جدا والله. وزوجتك بتتابعها كويس؟ لا مش قوي مش قوي، هو بتخانق معايا على طول عشان بنزل صور لينا والولاد وبتاع عشان ما بتحبش. جدا مقتنعه جدا. اسمع كلامها والله. انا اسمع كلامها يعني اللي انا مريت بيه السنه اللي فاتت. لا انا بسمع كلامها بس يعني بتنزل عندها حق. معاك لما تنزل صوره هي معاك؟ لا المفروض دي ما تتخانقش. مش عارفه مصلحتها. اثبات اثبات ان انت موجوده في هنا بقى هي مش عارفه مصلحتها. ايوه صح. يلا اشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا مع احمد عاد عبد المنعم، واحد من نجوم الدوري الممتاز، حارس مرمى الجونه الحالي. اتمنى له يا رب في اللي جاي كل التوفيق. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه خاصه جدا. بكره ان شاء الله هيكون معانا اثنين من القاده الرياضيين، الحلقه الأكثر مشاهدة الفترة اللي فاتت عمرو الدردير وعلاء عزت. بكرة حلقة خاصة جدا، وأيضا هيكون الجزء الأول بكرة من حلقتنا روبرتو كارلوس، واحد من أساطير كرة العالم، في لقاء خاص جدا معانا، أول ظهور لي هنا في مصر، مش فيديو كونفرنس ولا أي حاجة، احنا عاملين لقاء معاه مباشر على الهواء من مصر في زمن الكورونا. مصر أم الدنيا. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله بكرة على ألف خير.